إيمان تسمعينني؟ يا الصوت واضح؟ واضح يا سيدي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بكم ضيوفنا في لقاء جديد مع جمعية تونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. أريد في البداية أن أعلم كل متابعي الجمعية أن لقاء الإعلان عن نتائج مبادرة رمضان بنكهة بلدي العربي ستكون صباح يوم الاثنين إن شاء الله 27 جوان 2022 في مقر اللجنة الوطنية التونسية للتربية والعلم والثقافة تحت إشراف الوزير التربية الدكتور فتحي الساوتي وأمين عام اللجنة الدكتور كمال الحجام. تابعوا صباح يوم الاثنين على صفحة الجمعية مباشر أو على صفحة اللجنة التصريح بالنتائج، وسيكون الحفل تبعا بحضور السيد وزير التربية في ولاية المنستير هنا في 16 جويلية قريبا إن شاء الله. الحمد لله، وصلنا الليلة للورشة رقم 23 من مبادرتنا، مبادرة التي انطلق التحضير إليها منذ الشهر الثاني لهذه السنة شهر فيفري. إيمان تسمعينني أم لا؟ أقرأ الرسائل، أنهم لا يستمعون لي. واضح الصوت يا سيدي. إذن واضح، إذن المشكل أكتب لهم أن المشكل لديهم ليغادروا القاعة ويعودوا. أعتذر إذن على الانقطاع. منذ الشهر الثاني فيفري وأطلقناها مساء يوم العيد 3 ماي 2022، وانطلقنا في قناتنا على التليجرام. لدينا الآن أكثر من شهر ونصف ونحن نعمل على تقديم كل إفادة لكم. لا تستصعبوا أي أمر ولا تتراجعوا عن الترشح، وحتى إن ترشحتم فإمكانكم التعديل في ملفات الأسوأ بعد هذه الحصة. فلا صعب إلا ما جعلناه نحن صعب، لكن سبحانه وتعالى قال في كتابه: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. الترشح، أريد أن أقول ملاحظة، الترشح يفرق من بلد إلى بلد. ليس مثل ترشح مثلا من مصر التي السنة الفارتة أكثر من 500 مترشح، مثل من تونس 180 مترشح. إذن التنافس سيكون أسهل. السنة الفارتة أنا نفسي اطلعت على أعمال جدا بسيطة لا تحتوي غير الباوربوينت، غير الوورد، غير بعض الأسويات، بسيطة جدا بالمقارنة مع بلدان أخرى. رغم ذلك تحصلوا على اللقب. لذلك أشجعكم على المشاركة بأي بحث أو أي مشروع مهما رأيته سهل، مهما رأيته بسيط. حتى وإن كان مشروعكم بسيط، فالليلة نعيدكم أن تصبح أعمالكم جدا متميزة وتكون بإخراج جدا متميز، وليس هناك لمسات متميزة أفضل ولا أحسن من لمسات مدربنا الليلة، وهو المدرب محمد حامد عبد الحميد، معلم علوم الحاسب الآلي بالمملكة العربية السعودية القسم الدولي، صاحب أهم قناة تربوية تعليمية، قناة الأنفولوجي التعليمية باليوتيوب المتخصصة بالتعليم الإلكتروني والتدريب والبحث العلمي. نرحب بك أستاذ محمد حامد، تفضل. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة ياسمين، أهلا بحضرتك، وأشكر طبعا حضرتك على المقدمة الجميلة، وطبعا أرحب بكل السادة الحضور. أعرفكم بنفسي مبدئيا، أنا محمد حامد، معلم علوم الحاسب الآلي كما وضحت من قبل الأستاذة الفاضلة الأستاذة ياسمين بالمملكة العربية السعودية، وأنا طبعا إن شاء الله صاحب قناة إنفولوجي التعليمية الخاصة بالتعليم الإلكتروني والبحث العلمي وكل ما يخص التعليم والتدريب بإذن الله تعالى. ودي جماعة قناتنا على اليوتيوب، قناة إنفولوجي التعليمية. احنا تقريبا الآن يعني قربنا على 500,000 معلم ومعلمة. كل اللي بيتابعني يا جماعة على قناة إنفولوجي التعليمية
يعني في المقام الأول مهتم بالتعليم والتدريب والبحث العلمي، فكما ترون الآن أنا أقدم كل ما يخص التعليم الإلكتروني بكافة أنواعه، كتب تعليمية، اختبارات إلكترونية بالفورمز، بالجوجل فورمز، سبورات، إنتاج أفلام المتحركة، مواقع وورد، يعني أشياء كلها مهمة جدا جدا إن شاء الله لكل المعلمين والمعلمات وكل من يهتم بالتعليم الإلكتروني إن شاء الله. وطبعا أدعوكم جميعا للالتحاق والاشتراك بهذه القناة الطيبة حتى يعني تكونوا على موعد مع كل جديد مقدم على قناة إنفولوجي التعليمية باليوتيوب، ده مبدئيا. ثانيا إن شاء الله اليوم محاضرتنا هتكون عن بعض المواقع والتطبيقات الخاصة بإنتاج عرض تقديمي واحترافي متميز جدا جدا for free 100%، يعني مجاني تماما بدون أي دفع وبدون أي شيء إن شاء الله. طيب خليني أبدأ على بركة الله حتى لا أطيل على حضراتكم المقدمة بالموقع الأول، وده موقع أنا من وجهة نظري يعني يعتبر من أهم المواقع المتوفرة على شبكة الإنترنت، واللي بتعطيك يعني عروض باوربوينت احترافية جدا مجانا تماما، خاصة إذا كان يعني هناك اشتراك شهري، ولكن إن لم يكن هناك اشتراك شهري فيمكنك تحميل 10 عروض تقديمية في الشهر الواحد. وأيضا هناك يعني خدعة بسيطة إنك لو حابب إنك تحمل أكثر من 10 عروض تقديمية باستعمال هذا الموقع، يمكنك يعني استعمال أو استخدام حساب آخر، حساب جوجل آخر. خلينا نبدأ على بركة الله ونفتح صفحة جوجل كروم ونبدأ مع الموقع الأول، ونبدأ يا جماعة التركيز فضل الله أمرا، لأن كل المواقع اللي هقولها إن شاء الله هتسهل على حضراتكم يعني إنتاج عرض تقديمي بنسبة حضراتكم لا تتخيلوها إن شاء الله. الموقع الأول إن شاء الله هيكون موقع اسمه سلايدز جو. سلايدز جو ده موقع من أهم المواقع التي تستخدم في إنتاج العروض التقديمية الاحترافية. لما بنيجي نكتب في السيرش تكست بوكس من هنا كلمة سلايدز جو، بعدين أضغط على مفتاح إنتر من الكيبورد، بيجي لي يا جماعة الصفحة اللي حضراتكم شايفينها ديت. إحنا بنبدأ ناخد منها الهايبر لينك الأول اللي بيجي من الموقع اللي اسمه سلايدز جو دوت كوم، أنقر عليه. شوفوا بقى معايا يا جماعة لما بنبدأ نفتح الموقع ده، أهم حاجة في الموقع ده يا جماعة إن الموقع ده بيوفر لي بعض التخصصات المختلفة جدا لعروض تقديمية احترافية. أهم تخصص لينا كلنا طبعا، كلنا أو معظمنا معلمين، وأنا أقولكم طبعا معلم، فطبعا أنا لما أفتح الموقع ده هروح تلقائيا على قسم الإديوكيشن أو التعليم عشان إن أنا أحمل قالب باوربوينت أو عرض تقديمي أو برزنتيشن له علاقة أو الثيم بتاعته تكون يعني قريبة جدا من العملية التعليمية وتكون قريبة جدا من التعليم والتدريب. انما بقى لو حضرتك بتشتغل في الماركتنج اللي هو التسويق الميديكال، المجال الطبي، في مجال الاعمال والبيزنس، وطبعا عندنا المالتي بيربس يعني من هنا اقدر احمل يعني عرض تقديمي او باوربوينت احترافي جدا يناسب يعني مجالات ويناسب تخصصات مختلفة. ولكن خلينا نركز ان شاء الله في المحاضرة دي على قسم الإديوكيشن اللي هو التعليم إن شاء الله ننكر عليه. لما نكرت عليها يا جماعة طبعا أنا هنا دلوقتي وصلت لصفحة الإديوكيشن، عندنا طبعا هنا 499 تمبلتس، يعني عندنا تقريبا 500 قالب خاص بالمجال التعليمي في الموقع ده، والموقع ده أنا يعني شرحته بالكامل على قناة إنفولوجي التعليمية على اليوتيوب، وطبعا حضراتكم عرفتوا يعني شكل القناة وتشرفوني في القناة إن شاء الله. خلينا بقى نبدأ نختار أي عرض تقديمي ونقوم بتحميل هذا العرض ونشوف كيف إن إحنا هنقدر نحمل عليه نعدل عليه إن شاء الله. خلينا نقول إن إحنا هنختار طبعا القالب ده، ولكن يا جماعة قبل ما أحمل القالب ده طبعا في معلومة مهمة جدا حابب ألفت انتباه حضراتكم ليها، إن في بعض التمبلتس أو بعض القوالب بتكون من النظام البريميوم اللي هو المدفوع، يعني ده ما اقدرش احمله لان انا دلوقتي بستعمل النسخة المجانية. طيب انا لو عندي بقى شغل كتير ويعني عروضي او خدماتي الالكترونية او عندي كل يوم محاضرة تعليمية او محاضرة مهمة وحابب ان انا اوصل لكل التمبلتس الاحترافية جدا، ممكن نروح نشوف البلانز من هنا كده نشوف احنا يعني ايه الخطة السنوية او ايه الخطة الشهرية وهكذا.
الموقع ده ايضا يا جماعه بيقدم لي يعني خدمتين مهمين جدا، ان انا بقى لو مدرس وحابب ان انا اعمل تيم او فريق ممكن اخد الاوبشن الثاني ده اللي هو الخاص بالتيمز او الفرق يعني التعليميه، او انا معلم وعندي مجموعه من الطلاب وحابب اشتغل معاهم على قالب معين كلنا دفعه واحده، نفس فكره المايكروسوفت باور الون درايف كده، ان احنا بنرفع اي فايل اونلاين ونبدا ان احنا نعدل عليه كلنا في وقت واحد. ولكن خلينا في الفيديو ده ان شاء الله نركز على الانديفيدجوال، ننكر عليه. لما بنكر عليه يا جماعه هنا بلاقي الاشتراك يعني حاجه بسيطه جدا 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 في السنه كلها، يعني انا لو هدفع سنويا هيكلفني فقط الاشتراك يعني يورو تقريبا ونص في الشهر كامل، يعني السنه كلها هتكلفني تقريبا 20 يورو، يعني مبلغ يعني اعتقد ضئيل جدا جدا. وفي المقابل بقى حضرتك بتاخد انليمتد طبعا في كل حاجه، يعني عدد لا محدود في كل شيء، يعني تقدر توصل بقى لكل المميزات على الموقع ده لو انت مشترك في الخطه المدفوعه. طيب لو انا في الخطه المجانيه، وده طبعا اللي هيمشي مع معظم الناس، وانا اقولكم طبعا في الخطه المجانيه ان انت بتقدر فقط تحمل 10 قوالب في الشهر، يعني 10 على المانث، تمام، 10 قوالب فقط او 10 عروض تقديميه في الشهر الواحد من خلال الخطه الايه المجانيه. طيب شغلك بقى كتير وعندك عروض باوربوينت، ابدا بقى اختار الخطه المدفوعه اللي تناسبك سواء بالدفع الشهري او بالدفع السنوي. خلينا نرجع لورا مره ثانيه ونقول بقى ان احنا هنحمل القالب ده لان القالب ده فري تماما، نبدا ننكر عليه ونضغط عليه كده. لما ضغطت عليه يا جماعه هنا اهم حاجه دلوقتي في الموقع ده انه بيوفر لي يعني حاجتين اللي هم بنسموهم الاسبكت ريشيو او الابعاد المناسبه، ممكن ان انا احمل بالبعد 4 ل 3 وممكن احمل بالبعد 16 ل 9. 16 ل 9 لو انا هحول الباوربوينت ده لفيديو او اعمل له ريكورد بعد كده بيكون مناسب تماما تماما للرفع اونلاين على منصات الفيديو المختلفه زي اليوتيوب وغيرها. ولكن ال 4 to 3 لو انا بقى هرفع البرزنتيشن ده له هحوله فيديو بعد كده وارفعه بقى على منصات اللي هي من 1080 طول في 1080 عرض زي الانستجرام والاشياء دي، تمام. خلينا على 16 ل 9 من هنا. اهم ميزه ايضا في الموقع ده يا جماعه اللي اسمه سلايدز جو، طبعا ما فيش موقع اعتقد يعني احترافي بيعطيني 10 قوالب مجانيه في الشهر، ممكن يقول لك مثلا 3 في الشهر 2 في الشهر، ولكن الموقع ده انا بفضله لان بيعطيني 10، ال 10 ده عدد ممتاز جدا جدا. انزل لتحت عندنا برضو ميزه مهمه جدا في الموقع ده، ان الموقع ده بيمكنني ان انا احمل الباوربوينت ده او التمبلت ده او القالب ده يا اما بصيغه الباوربوينت او بصيغه الجوجل سلايدز. الجوجل سلايدز اللي هي زي المايكروسوفت اكسل اونلاين كده، سوري المايكروسوفت باوربوينت اونلاين، هنا عندنا الجوجل سلايدز اللي هي مقابله تماما للباوربوينت ولكن اونلاين. انت بقى حضرتك ابدا قرر انت حابب تحمل الباوربوينت ده بصيغه ايه، بصيغه الباوربوينت ولا الجوجل سلايدز. خلينا نقول بصيغه الباوربوينت، انكر عليه، بيبدا يتم التحميل بمنتهى البساطة وبدون أي مشاكل. أضغط على كلمة open وأبدأ بقى إن أنا دلوقتي يعني أعدل في التمبلتس وأكتب التكست اللي أنا عايزه أو النص اللي أنا عايزه بمنتهى البساطة بدون أي مشاكل. تخيلوا بقى يا جماعة دلوقتي لما التمبلت ينزل معايا، شوفوا بقى يعني كمية المجهود اللي حضراتكم وفرتوه في التصميم. يعني لو أنت بس حابب إنك تعمل باك جراوند أو خلفية لي سلايد معينه او لشريحه معينه، شوف الوقت هياخد منك او يعني الجهد اللي انت هتبذله هيكون قد ايه في انتاج عرض تقديمي زي ده. يعني انا اعتقد ان عرض التقديمي ده احترافي. ما تنسوش ايضا انك تضغطوا على كلمه enable editing اللي هي جت فوق دي شفتوها، لان في معظم الناس لما يحمل العرض التقديمي يقول لك يا مستر محمد ده العرض التقديمي او البرزنتيشن يعني isn't editable، يعني غير قابل للتعديل. لازم نضغط على كلمه enable editing اللي جت في الاول. نفتح الباوربوينت مره ثانيه ونشوف اي باوربوينت يا جماعه او اي ملف وورد احمله اونلاين لازم ان انا اضغط على enable editing اللي هو امكانيه التعديل اللي هو الاوبشن ده. ليه؟ عشان اقدر اعدل. في ناس مش بتنتبه للاوبشن ده، فلما بضغط عليه بيحول لي بقى الباوربوينت من البروتكتد فيو ديزاين للايديتنج ديزاين، تمام. شوفوا بقى معايا يا جماعه احسن حاجه هنا ايضا ان الايكونز الصغيره ديت يعني انت تقدر كمان تعدل عليها، يعني ممكن الايكون ديت رايت كليك كده عليها وتاخد قط
تمام، وتحطها في سلايد تانية. يعني ديت ايكونز فور فري كمان، شايفين كل الايكونز دي. انت بقى ممكن تستعمل الباوربوينت ده في انتاج باوربوينت تاني، او ممكن تكون فاتح صفحة تانية او سلايد تانية من هنا كده. لو جينا حطينا نيو سلايد من هنا، وجيت برضو حطيت طبعا الصورة اللي انا جبتها من شوية، وابدا اعدل بقى، انسق في الباوربوينت بتاعي، اكتب، اعمل كل اللي انا عايزه. القصد يا جماعة هنا ان انتم ممكن يعني من خلال باوربوينت تنتجوا باوربوينت تاني، بدل ما تروحوا على الانترنت وتقعدوا تحملوا الايكونز ديت وتتعبوا في تحميلها، مش هتلاقوها اصلا، واللي لقيتوها بيكون لها باك جراوند، وعشان تشيلوا الباك جراوند لازم تحتاجوا برنامج او موقع فوق. بصوا خطوات كتير كده، ولكن الموقع ده بيعطيني الايكونز ديت فور فري. ابدا بقى من خلال الايكونز ديت او شكل زي ده كده، ممكن احطه كتايتل لبرزنتيشن او عنوان لسلايد معينه. احط هنا التايتل اللي انا عايزه، اكتب بالعربي، اكتب بالانجليزي، كل اللي انا عايزه يا جماعه. تمام، نشوف عدد السلايدز من هنا كده. شوفوا بقى كمان يعني الحاجه الجميله جدا ان هو بيعطيني 41 شريحه او 41 سلايد. بعض او اعتقد ذا لاست 10 سلايدز اللي هم اخر مجموعه من السلايدز، بيعطيني مجموعه من الاشكال البي ان جي اللي هي بتكون شفافه زي الاشكال دي كده يا جماعه. شايفين الاشكال دي؟ خلي بالكم الاشكال ديت مهم جدا 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 للناس بقى اللي حابه ان هي تنتج عرض تقديمي احتراف. وممكن اكبرها، اصغرها، ممكن اعمل لها، اعطي لها فيل معين، يعني ان انا ممكن ادي لها لون معين من الفورمات بيكتشر من هنا، وبعدين من الشيب فيل، وبعدين اعبها باي لون. وفي طبعا بعض الاشكال بتتملى باللون بالكامل. الناس بقى اللي بيدرسوا يا جماعه الجيوغرافي، اللي هم مدرسي الجيوغرافي اللي هي الجغرافيا، ممكن خريطة العالم شفافة، خلي بالكم يعني ملهاش خلفية، ممكن بكل بساطة أيضا إن أنا أعبها بأي لون كده زي ما حضراتكم شايفين. نعبها مثلا على سبيل المثال باللون الأحمر. يبقى أنا كده يا جماعة يعني عملت عرض تقديمي واستفدت بقى بالعدد اللا او الغير متناهي من الايكونز والبي ان جي ايكونز. الاشياء دي كلها مهمه جدا جدا. ممكن ان انا استعمل التمبلت ده او العرض التقديمي ده في ان انا اخد منه بقى اشياء واحطه في عرض تقديمي الثاني وانسق واعدل كل شيء. حابب تستعمل نفس العرض التقديمي، ما فيش اي مشكله، ابدا احذف، شيل اللي انت عايزه، زود كلمات، ضيف النص بتاعك، حط الانيميشن، كل شيء. وبعد لما تخلص ابدا بقى اعرض الباوربوينت بتاعك بمنتهى الاحترافيه. تخيل دلوقتي معايا يعني كميه المجهود والتعب اللي انت هتوفرهم على نفسك عشان فقط تعمل يعني مقدمه عرض احترافي او مقدمه برزنتيشن زي دي كده. تمام، احنا ممكن نشيل النص ده او التكست ده ونحط التايتل او العنوان اللي احنا عايزينه. وشايفين يعني سبوره معاها اقلام معاها رولرز معاها سيزرز، اشياء كتير جدا انت وفرتها على نفسك بنسبة 100%. ممتاز، ممتاز جدا. يبقى أنا وضحت كده العروض التقديمية من الموقع ده. وأهم حاجة أنا من وجهة نظري الـ PNG Icons أو الأيقونات الـ PNG اللي هي بتكون بدون خلفية كالكتاب، طبعا أعضاء الجسم، الكلى، الكبد، وهكذا. ممتاز جدا. خليني يلا أقفل العرض التقديمي ده وأضغط على كلمة Don't Save من هنا، وأرجع للعرض التقديمي بتاعنا مرة تانية. ونيجي بعد كده يا جماعة ل شايفين يا جماعه هنا معلومه مهمه جدا ايضا انا نسيت اقولها، ان انت لو ما سجلتش دخول، لو ما سجلتش دخول هتحمل اعتقد 2 فقط بدون تسجيل الدخول. تمام، انما لما تسجل على الموقع ده باي ايميل بقى عندك، هتقدر انك تحمل قد ايه 10 فور فري او 10 فري برزنتيشنز او تمبلتس افري مانث، يعني كل شهر تقريبا. يعني ممكن لو انت حابب تاخد باوربوينت كده بسرعه، تمام، في اليوم الواحد، يعني مش هتاخد اكتر من 2 بدون تسجيل دخول بدون اي شيء، روح على سلايدز جو وابدا اختار البرزنتيشن اللي انت عايزه وابدا عدل عليه. انا كده حملت الباوربوينت ده بصيغه سوري البرزنتيشن ده بصيغه الباوربوينت. تعال بقى نروح على الجوجل سلايدز ننقر عليه. اما بضغط على الجوجل سلايدز، طبعا هنا انا لازم اسجل دخول، فهضغط على كلمه لوجن من هنا وابدا اسجل بيه حسابات الجوجل كروم. هبدا اختار اي حساب كده من عندي متوفر عندي على الجهاز، وابدا بقى دلوقتي ان انا اسجل دخول، ونبدا نشوف كيف ان احنا هنبدا نحمل التمبلت ده فور فري 100% يعني. طيب ممتاز جدا، خلينا يلا نختار اي حاجه من هنا. وطبعا بيسالك في الاول بيقول لك انت حابب تستعمل الموقع ده في ايه؟ هنختار الاديوكيشن في التعليم، اضغط على كلمه سبميت عشان يبدا يجيب لي بقى كل البرزنتيشنز اللي هبدا ابحث عنها بعد كده يكون لها علاقه بالتعليم. اضغط على كلمه جوجل سلايدز من هنا،
لما بضغط على كلمة جوجل سلايدز من هنا ممكن أعمل ميك أ كوبي من هنا كده عشان أخد منه نسخة، لأن بيقول لك هنا هو متوفر بصيغة النسخة فقط يعني. فإحنا ممكن ناخد ميك أ كوبي بيعمل لي منه نسخة وبيفتحه لي على حسابي في الجوجل درايف. وطبعا حضراتكم عارفين الجوجل سلايدز اللي هو مقابل تماما للمايكروسوفت باوربوينت، ولكن تابع لشركة جوجل. باوربوينت تابع لشركة مايكروسوفت، والجوجل سلايدز تماما زي الباوربوينت ولكن تابع لشركة ايه، جوجل. اقدر بقى ان انا اعدل، اعمل كل اللي انا عايزه، اشيل، اكتب كل اللي انا عايزه تماما تماما يعني صيغة الباوربوينت من هنا. وايضا لو انت حابب تحول الباوربوينت ده او العرض التقديمي ده من الجوجل سلايدز للباوربوينت، اعتقد كنا من قائمة فايل من هنا، بنروح على كلمة داونلود وبعدين احمله بصيغة المايكروسوفت باوربوينت اللي هو بالاكستنشن بي بي تي اكس. نقدر نحمله بكل بساطة كباوربوينت عادي خالص وابدأ اعدل عليه واحفظه عندي تماما. يعني لو انت بقى عندك اي عرض تقديمي على الجوجل سلايدز تقدر تحوله لباوربوينت بكل بساطة من فايل تاب والداونلود اوبشن من هنا، وبعدين ناخد الفيرست اوبشن اللي هو المايكروسوفت مايكروسوفت باوربوينت. ممتاز جدا جدا. يبقى احنا كده يا جماعة خلصنا مع بعضنا الموقع الاول اللي بيعطيني مجموعة من السلايدز الممتازة جدا المهمة جدا جدا. اعتقد موقع من المواقع اللي هتوفر على حضراتكم كتير جدا جدا، ان انت ممكن تحمل عرض تقديمي بسرعة وتبدأ تعدل عليه بمنتهى الايه، بمنتهى البساطة. ايضا لو احنا جينا في الموقع ده يا جماعة، انا قلت في بداية الموقع ان هو بيعطيني هنا قسم خاص بالإديوكيشن، عند برضه في حاجة خاصة بالماركتينج. لربما انت بتعمل يعني انت تكون تابع للقطاع التعليمي، ولكن المادة العلمية اللي انت هتقدمها هتكون عن التسوق الالكتروني او الاعمال او هكذا، ولكن انا حابب ان انا اروح ايضا على قسم الانفوجرافيكس، انكر عليه. لما بضغط على قسم الانفوجرافيكس من هنا يا جماعة، اللي هي بتكون بعض الاشكال تمام اللي زي دي كده، واقدر ان انا اعدل عليها. وانا شرحت الاشياء دي بالكامل على قناة انفولجي التعليمية على اليوتيوب، وكيف بقى ان انا اصممها من الالف للياء. تمام، طيب ممتاز. اختار اي واحد كده ونبدأ ايضا نحمله بصيغة الباوربوينت، ونشوف بقى كيف الموقع ده يعني او البرزنتيشن ده او العرض التقديمي ده بيكون احترافي جدا جدا. خلينا نحمل واحد ونشوف كيف ان احنا هنبدأ نتعامل مع الانفوجرافيكس ديت من خلال الموقع ده، او ايه هو الانفوجرافيك اللي نشوف. الانفوجرافيك يا جماعة ده بيكون يعني شكل من الاشكال من خلاله انا بعرض فكرة معينة في يعني من خلال صورة. يعني انا مثلا لو عندي درس تعليمي معين انا حابب اشرحه، او بعلن عن نفسي، او بسوق لنفسي كمعلم، وحابب ان انا اعمل بوست معين لنفسي. تمام، بوست معين لنفسي كده ولكن على هيئة انفوجرافيك، اعتقد ده مناسب تماما تماما. طب واحد دلوقتي يقول لي يا مستر محمد ايه ده، انت كده عندك عرض تقديمي من 35 صفحة كل شريحة او 35 شريحة، كل شريحة يا جماعة عبارة عن انفوجرافيك. ديت يعني بتعطيك معلومات سريعة عن موضوع معين، او بتعرض المعلومة يعني شيء سريع وبسيط وسهل، لان قسم الموشن جرافيك والانفوجرافيك ده صعب جدا جدا، وعشان تكون انت خبير فيه وتكون متمكن جدا فيه لازم تتقن 5 برامج اللي هي برامج ادوبي اللي هي الفوتوشوب والافتر افكت والادوبي الستريتور، لان كلها بتكون يعني مجموعه او كتله واحده كده. ولكن من خلال الباوربوينت تقدر بكل بساطه انك تعمل انفوجرافيك احترافي جدا جدا باستعمال الموقع ده ايضا. طيب واحد دلوقتي يقول لي ايه؟ يقول لي طب انا دلوقتي حابب ان انا ممكن مثلا استعمل السلايد ده، او ممكن اخد السلايد ده اعدل عليه البيانات ديت واعرض مجموعه من الافكار، احط هنا مثلا مقارنه بين قطاعات معينه انا حابب اعرضها بطريقه احترافيه، وحابب بقى ان انا اطلع الشريحه ديت من العرض التقديمي ده تمام، اطلعها كصوره عشان تكون صوره معينه. بعد التعديل بقى انتوا بقى عدلوا زي ما انتوا عايزين. تمام، خلينا نقول نختار مثلا الشريحه دي مثلا. ممتاز جدا، دي شريحه مثلا عن خريطه العالم تمام زي ما حضراتكم شايفين كده، وحابب ان انا اوضح فيها حاجه معينه، حابب بقى اطلع دي كصوره. اطلعها ازاي؟ اول حاجه يا جماعه بعد ما بتضيف اي شيء ممكن ان انا اضيف مثلا نص معين، اروح على قائمه انسيرت من هنا وابدا اضيف نصوص او ابدا اكتب بكل شيء. طيب بعد كده ممكن ان انا بقى لازم ان انا احدد السلايد كلها كده، وبعدين اضغط على كلمه كنترول مع حرف الجي، كنترول مع حرف الجي عشان اي حاجه انا هضيفها هنا تبدا ايه، تبدا ان هي
تتجمع كلها في كتله واحده. بعد كده يا جماعه بنضغط على كلمه رايت كليك من هنا كده، وبعدين بيجي لي هنا اوبشن اسمه سيف از ا بيكتشر. سيف از ا بيكتشر الاوبشن ده لما بتبدا انت بقى تعدل او تضيف بعض الاضافات، خلينا نختار الشريحه الاولى من هنا تمام، واضغط على كلمه سيف از ا بيكتشر من هنا، لما بتضيف بعض الاضافات خلينا نجرب كده او نشوف مثلا نكتب مجموعه من الاضافات هنا. اعتقد ده بروتكتيف فيو، اعتقد احنا حملنا واحد او فتحنا واحد مدفوع بالخطأ ما كانش مجاني، فاحنا مش قادرين ان احنا نعدل عليه. طيب يعني على اي حال اعرفوا الفكره ويطبقوها بقى على الفري برزنتيشنز. انت بتيجي من هنا كده بعد ما بتجمع كل الاشكال في السوليد اللي انت فاتحها وتضغط على كنترول جي من لوحه المفاتيح، تضغط رايت كليك، والاوبشن ده يا جماعه بيحول لاي سلايد الى صوره، سيف از ا بيكتشر. ده تقدر بكل بساطه انك تحول اي سلايد الى صوره وتحفظها عندك على جهاز الكمبيوتر، وبكده يبقى انت يعني طلعت من عرض تقديمه معين صورة. خليني أوضحها لكم من عندي من على الأشكال أو الملفات المتخزنة عندي على جهاز الكمبيوتر. أنا عندي هنا فولدر اسمه باوربوينت اللي هو ده كده. لو فتحنا الفولدر ده يا جماعة من هنا كده ورحنا على أو خلينا نروح على فولدر تاني، أستاذ محمد إيمان. إيمان تسمع أستاذ محمد؟ أستاذ محمد انقطعت عنده الإنترنت أظن. ياسمين نسمع فيه عندك؟ تسمع فيه، أما يمكن إنترنت. نعم سيعود، ننتظر الأستاذ محمد دقائق ليعود. تمام. أستاذة زينب أقرأ في بعض الاستفسارات، لا أعرف إن كان نعم الصوت الآن وصل. أستاذة زينب، إذا قرأت أنك طلبتي ورشة على الأسئلة لكن من شرح إن شاء الله. نحن في آخر هذه المبادرة سنقوم بفتح أيام مفتوحة حتى يوم أو اثنين لتلقي الأسئلة وللمساعدة على الترشح. نعم.
إن شاء الله في آخر هذا اللقاء. هل إيمان، هل دخل الأستاذ محمد؟ فقط ثواني ويعود أستاذ محمد، خبرني أنه ثواني ويعود. أو قمت بالاتصال مرة ثانية. طيب، نكمل على بركة الله. طبعا أنا كنت في قبل ما ينقطع الإنترنت كنا بنشرح في موقع اسمه سلايدز جو، ودلوقتي خلينا نروح على بركة الله على الموقع الثاني. الموقع الثاني ده يا جماعة موقع أيضا مهم جدا جدا تحت حضراتكم، موقع من المواقع اللي انا شايفها تعتبر من اهم المواقع الخاصه ب الحاجه بنسميها البي ان جي فوتوز، تمام، او البي ان جي ايكونز او الفلات ايكونز، اللي هي الايقونات اللي بدون خلفيه او الاشكال اللي بدون خلفيه اللي انت تقدر تستعملها بقى في عرضك التقديمي. لان يا جماعه العرض التقديمي اللي بيكون بس عباره عن نص ده يسمى بعرض تقديمي فقير، يعني غير جذاب غير ممتع، ولكن انت عليك ان انت تضيف للعرض التقديمي بتاعك مجموعة من الصور والايقونات خاصة اللي بدون خلفية. عندنا يا جماعة موقع هنا اسمه فلات ايكون، ده موقع مهم جدا وحابب ان حضراتكم مش تنسوه ابدا. فلات ايكون ده مهم جدا جدا، ننكر عليه ونفتح عليه كده. الموقع ده يا جماعة اكبر موقع في العالم، بس للأسف يعني هو مش مشهور قوي، انا مش عارف حضراتكم عارفينه ولا لا، خاص بيه الفري ايكونز اللي هي الايقونات المجانيه والستيكرز والفاكتورز والفاكتور ايكونز، حاجات مهمه جدا جدا مجانا تماما بدون اي يعني بدون اي مقابل. عندنا 7.5 تقريبا مليون صوره او بي ان جي فوتو مجانيه تماما. يعني ايه يا جماعه البي ان جي فوتو او الترانسبيرنت فوتو اللي هي الصور المجانيه اللي بدون خلفيه؟ خلينا اقول لحضراتكم يعني ايه. خلينا نقول مثلا ان انا بعمل عرض تقديمي او برزنتيشن. خليني افتح الباوربوينت بتاعي من هنا. خليني افتح دلوقتي الباوربوينت بتاعي من هنا كده يا جماعة، ونبدأ نشوف بقى كيف ان احنا هنستعمل الموقع ده في يعني إنتاج العروض التقديمية الاحترافية. نبدأ نشوف مع بعضنا كده. خلينا نفتح علم علم الباوربوينت يفتح، نروح هنا ونقول خلينا نقول إن إحنا بننشئ يعني عرض تقديمي عن الكمبيوتر مثلا في حياتنا، أو استخدام الكمبيوتر، أو مادة علمية خاصة بيك، أو البلانت سيل الأنيمال سيل، حاجات بقى خاصة بالبيولوجيا والفيزيكس والأشياء دي. خلينا نكتب كلمة كمبيوتر ونشوف الموقع ده هيطلع لي ايه عن الكمبيوتر. شوفوا معايا يا جماعه، يعني صور كتيره جدا 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 وايقونات بدون خلفيه تماما، وفي ان انا ممكن ان انا انسخها مباشره من الموقع ده واعمل لها كوبي وبيست مباشره على الباوربوينت اللي انا شغال عليه. حضراتكم سامعيني يا جماعه؟ هل في اي مشكله في الصوت؟ نعم، سامعينك سامعينك أستاذ. بعد كده نيجي بقى نختار اي صوره. لما انت بس بتعمل هوفر اوفر ذا فوتو كده، تقف بس على الصوره بالمؤشر الخاص بالماوس، بيجي لك 3 اختيارات. الخيار الاول ده اضافه للكولكشنز، لو انت بقى عامل كولكشن او مسجل دخول وعامل الكولكشنز، ده عباره عن الفولدرز كده اللي احنا بنحفظ فيه الصور. عندك اكتر من كولكشن، كل كولكشن مثلا واحد خاص ب مشروع معين، التاني خاص بمشروع تاني، التالت خاص بمشروع، وهكذا. ولكن اهم 2 عندي اللي هو اللي تحت ده داونلود بي ان جي اللي هو بدون خلفيه تماما، واللي فوق ان انا ممكن يعني بمنتهى البساطه كده اضغط على الصوره هنا كوبيد اوريدي سكسسفولي. ممكن بقى اروح على الباوربوينت، وانت بتصمم بتعمل كل شيء تقدر تحط الصوره بتاعتك هنا بمنتهى البساطه. اللي بيميز الحاجات دي يا جماعه ان هي بدون خلفيه، يعني انا لو رحت على الديزاين تاب من هنا و طبقت اي ثيم كده، شوف الصوره ما كانتش واضحه في الاول. ليه؟ لان في الاول يعني كانت خلفيه بيضاء زي ما حضراتكم شايفين كده، الخلفيه بيضاء، انما لما بتطبق عليها اي مثلا
ثيم معين من الديزاين تاب من هنا او حتى اي لون، بتحس ان فوق الصوره بدون خلفيه. دي بقى مهمه جدا. اشكال بقى متنوعه، انا خدت طبعا الكمبيوتر على سبيل المثال. من الكمبيوتر من هنا تبدا بقى تحط مثلا، تخيل انت بتكتب مثلا كمبيوتر، ده كمبيوتر ان اور لايف، الكمبيوتر في حياتنا، تحط الكمبيوتر هنا، تجيب ولد ماسك الكمبيوتر اللي بيكتب، بتكتب مثلا عن الريدنج، القراءه، الكتابه، الرايتنج، تجيب ولد بيكتب، وهكذا من الموقع الجميل جدا ده. واتمنى يا جماعه ان الموقع ده ما تنسوش ابدا. يعني انا مثلا لو كتبت هنا كلمه ستودنت، تمام كده، لو كتبت كلمه ستودنت كده تمام، وبعدين ضغطت على مفتاح انتر من الكيبورد، نشوف مع بعض كيف هيجيب لي الموقع ده. هيجيب لي ايضا مجموعه من الايقونات المجانيه تماما، ايضا ممكن انسخ مباشره، ممكن احمل عندي على جهاز الكمبيوتر بالكمبيوتر، ولكن انا بفضل ان انا انسخ الصوره مباشره، واروح ايضا على العرض التقديمي والزق الصوره، واحط الصوره بتاعتي بقى في المكان اللي انا عايزه. ودلوقتي دي صوره، خلي بالكوا بقى، انت لما بتروح على الانيميشنز تقدر تدي لها اي انيميشن، لان خلي بالكوا الباوربوينت مش مجرد ان انت يعني تحط مثلا مجموعه من الصور كده، لا، الباوربوينت فيه مستوى متقدم جدا جدا، وده بياخد تقريبا وقت كتير جدا، شهور. يعني عشان اعطي لكم مثال، لو احنا رحنا على قناه انفولوجي التعليميه من هنا، اديكم بس مثال بسيط، وهي طبعا قناه التعليميه على اليوتيوب، خلينا اوريكم مثلا احدى التصميمات اللي انا عملتها بالباوربوينت. شايفين يا جماعه الفيديو ده يعني 31 دقيقه، ولكن حاجه مميزه جدا 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 عن كتاب تعليمي ده ايضا على قناتي. يعني شايفين شايفين انتوا التصميم، ده على بالباوربوينت. شايفين يا جماعه انا دلوقتي بعمل صفحات، بقسم، بقطع، بعمل كل شيء. وطبعا المفاجاه بقى اللي انا بقدمها لحضراتكم ان شاء الله، وتحت اشراف الاستاذه ياسمين، ان انا الخمس كتب الاحترافيه دول، الخمس كتب الاحترافيه اللي عندي، اللي اصلا انا مش منزلهم مجاني، هبعتهم ان شاء الله يا جماعه للاستاذه ياسمين، وحضراتكم تقدروا تتواصلوا مع الاستاذه ياسمين وتاخدوا الملفات دي تعدلوا عليها بمنتهى الاحترافيه. تخيلوا بقى كتاب زي ده اخذ مني مجهود قد ايه في التصميم والتعديل. شايفين يعني شغل احتراف. طب كيف بيشتغل الكتاب في الاول؟ خلينا اوري حضراتكم الكتاب في الاول كيف بيشتغل هنا. يعني انت تخيل بقى لو انت بتقدم ملف زي ده لمعلم مايكروسوفت الخبير. شايفين انا دلوقتي بشرح كيفيه التشغيل على الموقع. شايفين يا جماعه، انقر بس بمجرد النقر كده الصفحه الاولى، لما بنقر بيبدا يجي لي يجي لي هنا العنصر الاول، ويجي لي جنبه نص، انقر كمان مره يجي لي العنصر الثاني، ويجي له جنبه كمان نص، وهكذا يا جماعه. ولكن طبعا الاشياء دي متغيره، يعني النص ده متغير، العنصر الثاني ده ايضا متغير، العنصر الثالث متغير، وهكذا. وطبعا مش الموضوع مش كده، يعني انا عندي 6 عناصر في الكتاب ده، هل احنا كده خلصنا؟ لا. لو انت بقى جيت ضغطت على ستاب نمبر 1 من هنا ونقرت، يقوم الكتاب يفتح لصفحه ثانيه فيها معلومات لها علاقه بالعنصر الاول، زي ما انتم شايفين كده. طبعا النص ده يا جماعه متغير طبقا لنوع الماده العلميه، نقرت مكان ستاب 2 يجي لي ستاب 2، نقرت مكان ستاب 3 يجي لي ستاب 3، وهكذا يا جماعه، وهكذا، تمام. طبعا هناك العديد من الكتب التعليميه، ولو حد بقى في حضراتكم حابب يوصل ل المستوى المتقدم جدا ده في الباوربوينت، يبدأ ممكن ان هو يتابع الفيديو ويمشي معاه خطوة بخطوة، لان في كمية انيميشن اللي هي الحركات الانتقالية اللي هي في الجنب ده كده، اللي هو ده يا جماعة معقدة جدا وبيحتاج شغل كتير جدا. كذلك العرض التقديمي ده ايضا، والعرض ده يا جماعة ايضا هيكون متوفر ان شاء الله مع الاستاذة ياسمين كهدية مني لكل متابعي الاستاذة ياسمين الثقلي، لها مني كل تقدير واحترام ان شاء الله. تخيلوا يا جماعة ده كتاب متقلب الصفحات، يعني انت تنكر في اي مكان يبدأ الكتاب يقلب، او العرض التقديمي يقلب، وكأنه كتاب يعني بدون اي مشاكل، تمام. طيب ممتاز جدا، خلينا يلا نروح على الموقع اللي بعد كده، وهو موقع فلات ايكون. وانا عرضت لحضراتكم فقط النموذج ده ليه، النموذج ده جه عشان ده اسمه باوربوينت انفوجرافيك، ده كتاب متحرك احترافي بتعرض من خلال درسك التعليمي حاجه يعني كده تشرف، ومش متوفر ايضا اصلا على اليوتيوب في الوطن العربي كله. انا الوحيد الحمد لله اللي قدمت الماده العلميه ديت على قناه انفولجي التعليميه على اليوتيوب. طيب ده كان الموقع الثاني اللي هو الفلات ايكون، وطبعا اللي انت بتكتبه هنا بيبدا يظهر لك بقى هنا. يعني انت بتكتب بقى اي حاجه، اي شيء، انت شوف انت مدرس ايه او بتدرس اي ماده علميه، وابدا اكتب، حمل او انسخ، وهكذا. ممتاز جدا،
نروح بقى على النقطه الثالثه. يبقى احنا كده يا جماعه شرحنا لحضراتكم موقع سلايدز جو والفلات ايكون. هنروح بقى على موقع انا من وجهه نظري يعتبر من المواقع اللي مش واخده حقها صراحه على الانترنت، وهو موقع كانفا. ركزوا في الموقع ده يا جماعه لانه موقع مهم جدا 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 جدا. الموقع ده يا جماعه انا من وجهه نظري اعتبره من المواقع الكنوز، اللي انت لو احترفت الموقع ده كويس بنسبة 100% والله العظيم لن تحتاج إلى أي شيء خاص بحياتك خالص، يعني خاص بحياتك من الناحية التصميمية. يعني عايز تعمل فيديو احترافي على كانفا، عايز تعمل باوربوينت احترافي على كانفا، عايز تعمل أي حاجة احترافية على الموقع ده. طيب هل الموقع ده يقدر يفيدني في إنتاج عرض تقديمي احترافي؟ نشوف. هنكتب كلمة كانفا في جوجل، تمام؟ بعد كده بنروح على الهايبر لينك الأول ده، ننكر عليه، نضغط عليه كده، بيبدأ يفتح معايا الموقع. أهم حاجة، أهم حاجة يا جماعة، وأهم نقطة هنا حابب ألفت انتباه حضراتكم ليها، إن أنت لو معاك حساب تعليمي، موقع كانفا ده بيكون مجانا تماما بين إيديك. يعني إيه؟ أعتقد إن إحنا كلنا جموع المعلمين وجموع الناس المهتمة بالتعليم والتدريب كلنا معانا إيميل تعليم. طب إيميل تعليمي يعني إيه؟ لو أنتوا فاكرين فترة الكورونا كان كل مدارسنا مزودانا بإيميل، اللي هو إيميل مايكروسوفت اللي كنا بنخش بيه على التيمز أو بنخش بيه على المايكروسوفت أوفيس 365 وهكذا. فهمتوا يا جماعة؟ ده اسمه إيميل تعليم، الإيميل اللي أنت خدته من المدرسة، مش إيميل جوجل ولا جيميل ولا الأشياء دي، لا، الإيميل اللي معاك بتاع المدرسة أو إيميل طالب جامعي. طب أنا لو مش معايا إيميل تعليمي هل أقدر أستعمل الموقع ده؟ آه هتقدر تستعمله، ولكن بتكون إمكانياته محدودة بعض الشيء. طيب ممتاز جدا. تعال بقى، أنا عندي أيضا قبل ما أدخل في الموقع ده، قبل موقع في المطر في أدخل في الموقع ده، الموقع ده يا جماعة بيخليني أنتج كتب تعليمية متقلبة الصفحات، يعني بغض النظر بقى على ال الباوربوينت والبرزنتيشن، انت ممكن تعمل كتاب كامل. طيب خلينا اوريه لكم كده، على انه طبعا هياخد وقت كتير، اوريه لكم بس الشكل بتاعه بسرعه كده. انا قدمته ايضا على قناه الفولج التعليميه اللي هو ده تقريبا. بصوا كده يا جماعه الكتاب ده، شوفوا الكتاب ده كده، يعني منتج بالكامل من على موقع كانفا. شوفوا معايا، ده كتاب بكافه الالوان وبكافه بكافة التصميمات وبكل شيء بمنتهى الاحترافية. بصوا بقى لما بنكر على أي ركن من أركان الكتاب ده، فيديو يا جماعة ده مش كده، ده فيديو عندي على القناة، فأنا بتكلم وممكن يتأخر العرض شوية ولكن مش مشكلة. شوفوا أنا لما باجي بقى على أي ركن من أركان الكتاب بيتم تقليب الكتاب بمنتهى الاحترافية. شايفين أي ركن، أي ركن كده يجي لي بصوا كده يا جماعة، شايفين الاحترافية في التصميم. طبعا النص العلمي والمادة العلمية اللي في الكتاب متغيرة تماما، الالوان ستايلز والعين كل ده متغير تماما، تقدر تعمله من على موقع. مجهود قد ايه انتوا وفرتوه عشان تعملوا كتاب زي ده متقلب الصفحات بمنتهى البساطة؟ بس انت ادخل اختار قالب، عدل عليه، هتستخدم تركية كده او خدعة معينة في الموقع ده، تبقى عندك كتاب كامل. شايفين؟ تصميم وانتاج كتاب تعليمي كامل ذو صفحات متقلبه مجانا تماما وبدون اي بدون اي برامج. والفيديو كامل بقى على قناه انفولج التعليميه ان شاء الله لو انتم حابين تكملوه يعني. طيب تعال بقى نروح على المعلومه الثانيه، اللي هي ان انا لو نزلت لتحت شويه كده، خلي بالكم يا جماعه دي نقطه مهمه جدا 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 جدا، كيف بقى ان انا استغل الموقع ده مجانا تماما؟ انزل لتحت خالص، انزل لتحت. لما تنزل، لما تيجي على عند الـ A perfect fit for every team، تعالى انزل على القسم ده، حاجة مهمة جدا. خلينا اعمل زوم ان a little bit، خلينا نعمل مثلا 150 او 125 عشان تشوفوا النقطة دي لانها مهمة جدا. دي يا جماعة شايفين ديت Canva Pro is free for education and non-profits، يعني مجانا تماما للتعليم او الحسابات التعليمية و المؤسسات غير الربحية النون بروفيتس، تمام؟ اضغط على كلمة education. طبعا احنا ملناش دعوة بقى بالنون بروفيتس، فنروح على الeducation. خلينا نعمل ريستور للزوم كده، خليها 100% وننزل بقى. احنا دلوقتي هنقول ان انا معايا حساب تعليمي وحابب استغله في الموقع ده، اضغط على كلمة education. انا جبت الصفحة دي منين؟
من الصفحة الرئيسية أول ما فتحت كانفا، ما أروحش على ساين أب ولا أروح على اللوجن دي، أنزل لتحت خالص كلمة education من هنا، من هنا كده يا جماعة Canva Pro's free for education، أضغط على كلمة education هياخدني للموقع ده أو للصفحة دي. من هنا بقى من الصفحة دي أبدأ أسجل بيه حسابي التعليم. خلينا ننتظر قليلا لما الصفحة تتحمل. تمام، بحسابك التعليمي بقى الموقع ده هيكون يعني مجانا تماما تماما بين ايديك، يعني انت دلوقتي هيكون معاك موقع مجانا تماما. خلينا نعمل ريفريش. طيب ممتاز، احنا كده وصلنا للصفحة دي. تمام، خلينا ننزل نكرر الخطوة كمان مرة. لا هي ديت نفس الصفحة فعلا. خلينا يلا نطلع لفوق، نضغط على كلمة لوجن من هنا. تمام، من هنا بقى انت بقى هتبدأ تسجل بحسابك التعليمي ازاي. ننزل لتحت على كلمة continue another way، دي مهمة جدا، لا تضغط على دي ولا على دي، دي اضغط على دي هيجيب لك حساب المايكروسوفت. شايفين حساب المايكروسوفت ده continue with microsoft، انكر عليه. ابدأ بقى اختار حساب المايكروسوفت اللي هو يكون اصلا متسجل عندك على جهاز الكمبيوتر، اختار الحساب اللي انت حابب تسجل بيه كده، فالموقع بيعيد تحميل نفسه وانت كده خلاص معاك الموقع ده بالكامل بالكامل مجانا بحسابك التعليمي. ده كنز، ايميل جامعي بقى، ايميل مدرسي، اي شيء. طيب الموقع ده كيف بقى ان انا استعمله؟ هتيجي على مربع الكتابة ده او مربع البحث ده بكل بساطة، وتكتب كلمة PowerPoint على الموقع ده لانه كنز بجد. لما اكتب كلمة PowerPoint اضغط على مفتاح انتر من الكيبورد. بعد كده يا جماعة بيبدأ يفتح بقى مجموعة من الريزلتس، مجموعة من التمبلتس، مجموعة من القوالب الاحترافية. طبعا اللي عليها تاج مكتوب، نختار اي قالب كده ونشوف بقى كيف ان احنا هننتج قالب احترافي جدا بمنتهى الاحترافيه والبساطه. طيب تعالى ناخد القالب ده، شايفين ده؟ اضغط عليه. تمام، او اي قالب تاني مش شرط ده، ممكن اخد اي واحد تاني، ممكن اخد ده مثلا، او اضغط عليه يفتح معايا. ابدا بقى اختار ده عدل عليه، او اختار التاني عدل عليه اللي انت عايزه يعني. طيب خلينا نبدا نعدل على ده كده ونشوف. طبعا لو انتوا يا جماعه يعني لما فتحتوا موقع كانفا واخترتوا القالب بيجي لك سلايد واحدة بس، طب أنا عايز بقى أضيف أكتر من سلايد اللي هي الشريحة يعني. شايفين علامة البلس ساين ديت أد بيج، إضافة صفحة، أضغط عليه. لما أضغط على الصفحة فاضية عندك دلوقتي خيارين، يا إما تصممها يدويا بمجهودك بقى، تروح بقى تبدأ تيجي من هنا أداة النص وتشوف أنت عايز تحط تايتل اللي هو الهيدنج، اضغط على الهيدنج من هنا يجي لك نص، ابدأ من النص من هنا حطه فوق، ابدأ اكتب عدل كل ده، ولكن أنا ما بفضلش كده عشان بس ما نتعبش على الفاضي. انا بفضل انك تفتح صفحه فاضيه وتروح من هنا كده على قسم التمبلتس، وتبدا بقى تضيف مجموعه من التمبلتس الثانيه اللي هي مثلا خلينا مثلا ناخد دي مثلا، او ناخد دي. خلي بالكوا في حاجه مهمه جدا يا جماعه، انت لما بتقف على التمبلت كمان شايفين بيجي لك هنا عدد التمبلت، يعني ده قالب عباره عن 25 سلايد، يعني واحد من 25 ده كام، واحد من 15 ده كام، واحد من 17 وهكذا. شوف انت بقى حابب تاخد يعني سلايد باوربوينت او برزنتيشن من كام سلايد يعني. نبدا بقى نختار اي واحد كده احترافي، خلينا ناخد ده الانجليش كلاس ده 14 واحد، هنكر عليه يفتح لي بقى السلايدز اللي تحته هنا، فاهمين قصدي؟ هبدا بقى اخد سلايد سلايد كده، انا افتح صفحه فاضيه واضغط على علامه الزائد يجي لي هنا، اضغط على علامه الزائد مره ثانيه واخد الثانيه يجي لي هنا، اضغط على علامه الزائد واروح على الثالث وهكذا الى ان انتهي من كل الايه، من كل السلايدز اللي موجوده في العرض التقديمي ده. طيب احنا يا مستر محمد النص ده مش عاجبني وانا حابب بقى اعدله، براحتك خالص، ما تكتب اللي انت عايزه اهو، اكتب اللي انت عايزه، ده مش عاجبني عايز اكتب اي نص تاني، خلاص ما تكتب يا عم اللي انت عايزه اهو، السلام عليكم وهكذا يا جماعه. طب اكتب اللي انت عايزه، ابدا بقى كبر الخط، صغر الخط، اعمله بولد، اعمله ايتاليك، اختار نوع الخط من هنا. بص اكنك بتتعامل مع برنامج المايكروسوفت وورد تماما. طيب واحد دلوقتي يقول لي يا مستر محمد ايه، ممتاز، انت كده يعني حطيت السلايدز وعدلت عليها والاشياء دي كلها، طب انا يا اخي حابب احط صوره يعني كده بقى عندي صور خارجيه. احنا خلاص عرفنا ان الماده العلميه او التكست ده ممكن ان انا اكتب مثلا الجمعيه مثلا او التونسي،
التونسية كده مثلا، تمام، أنا كتبتها. طيب عايز أحط بقى صور وأشياء من دي، النص عرفنا كيف بيتغير، دبل كليك وتبدأ تعمل تشينج للتكست. طيب تبدأ تروح على الأبلودز، شايفين الأبلودز دي اللي هي التحميلات، أضغط عليها. من هنا بقى يا جماعة لو أنت كنت رفعت أي مادة علمية من قبل بتبدأ تتخزن معاك كده. طيب تعالى اضغط على كلمة أبلود اللي هي رافع من هنا. لما تضغط على كلمة أبلود بيفتح لك جهاز الكمبيوتر الخاص بيك، ابدأ بقى ارفع أي مادة علمية أو أي صورة عندك على جهاز الكمبيوتر. خلينا ناخد مثلا الصورة بتاعت الإعلان ده، تمام، وبعدين أضغط على أوكي، فبتبدأ تتحمل الصورة عندي هنا يا جماعة. أنا ما ضغطناش على أوكي ولا إيه؟ طيب نزلت هياتي، تمام. ابدا بقى ايه، ابدا ان انا اسحب الصوره واحطها عندي في الاعلان. ولكن لما لما اللودنج بارت ينتهي، اللي هو الشريط اللي تحت ده، لما بينتهي انت كده خلاص الصوره اصبحت جاهزه عندك وحاطها في المكان اللي انت حابب تحط الصوره فيه. تبدا بقى تكبر، تصغر، تعدل السايز من هنا، يعني كل اللي انت عايز تعمله اعمله. ولكن يا جماعه لما اضغط على الصوره كده، خلي بالك، بصوا لو انا عايز احط الصوره دي كخلفيه، بص لما بس باجي على السلايد كده الصوره بتقوم واخده كل النطاق، شايف؟ في، شفت انا عملت ايه؟ انا عايز احط صوره كخلفيه، ابص كده يعني اقف بس هنا كده تقوم واخده النطاق كله، خلاص كده بقت خلفيه، اعدل عليها وهكذا، تمام. الشيء ده مش عاجبني احذفه، النقطه دي مش عاجباني احذف، البنت دي مش عاجباني احذف، وهكذا، تمام، وهكذا كده. طيب ممتاز جدا جدا. طبعا عندي برضو بعض الايه، خلينا نرجع من هنا، عايز اوري لكم بس حاجه مهمه. خلينا اقول مثلا ان السلايد دي، خلينا اصغر دي شويه، افتح سلايد جديده واسحب السلايد دي عندي احطها هنا. اقول مثلا انا عايز اخد، بصوا لو معايا، لما رحت على الابلودز من هنا وجيت اخد الصوره دي، في بعض الصور يا جماعه بتنزل مكان صور، يعني بتنزل مكان صوره، شفت انتوا كده دي؟ خلينا ناخد دي كده، ايوه، بصوا يعني لو عندي صوره في الخلفيه تقوم تنزل مكان الصوره اللي هي موجوده، يعني ما بتاخدش الصوره كلها كخلفيه، وهكذا. طيب ممتاز، خلينا نعمل كنترول زي اللي هو تراجع، ونقول بقى دلوقتي كيف ان احنا هنبدأ دلوقتي ان احنا نحول بقى او نطلع السلايدز ديت بعد ما عدلت بقى. احنا دلوقتي عملنا كل شيء وعدلنا وظبطنا كل شيء، حابين بقى نعدل او نطلع الحاجه ديت من الكانفا لباوربوينت، نروح على كلمه شير. طيب قبل ما اضغط على كلمه شير، ركزوا معايا معلش، انا معلش انا كنت طولت عليكم، ولكن انا شرح عادة في قناة انفولج ان انا بحب اشرح كل شيء بالتفصيل، ان شاء الله اقعد 3 ساعات. تعالى على كلمة بريزنت، بريزنت دي يعني عرض تقديمي، دي معلومة مهمة جدا جدا جدا. اضغط على بريزنت من هنا، عرض، ركزوا معايا يا جماعة. لو ضغطت على كلمة بريزنت تلقائي من هنا اللي هي كنترول والت مع حرف البي، بيبدأ يعرض العرض التقديمي. ولكن عندي في الدروب داون ليست دي او في القائمة المختصرة دي عندي كنز، صراحة صراحة كنز، يعني اللي هو الاوبشن الاخير ده، بريزنت اند ريكورد، يعني اعرض وسجل صوتك في نفس الوقت، وسجل نفسك فيديو في نفس الوقت، وحول العرض التقديمي ده الى فيديو. معقول؟ ايوه معقول. يبقى انا من هنا يا جماعه نقدر بكل بساطه ان احنا، يعني خلينا نجربهم واحده واحده. بصوا كده على البريزنتر فيو، لما اضغط على البريزنتر فيو وبعدين اضغط على كلمه بريزنت، خلاص بيعرض لي الباوربوينت بتاعي في عرض تقديمي او في شريحه منفصله. خلينا ناخد الفول سكرين اللي هو كل العرض. وبكل بساطه بقى تخيل بقى دلوقتي انت عامل شير سكرين وبتشرح لطلابك، او بتشرح ل او عندك لقاء عمل، او بتقدم لوظيفه جديده، او بتقدم في مدرسه، وشغال على البروجيكتور وبتعرض بقى شغل احترافي مرتب حاجه كويسه جدا، وده كله ايه، اونلاين. انت ما تعبتش ولا فتحت باوربوينت ولا صممت ولا عملت انيميشن ولا تعبت زي الاشياء اللي انا قدمتها من شويه على قناه انفولج، دي حاجات بتاخد وقت كتير، تمام. لما تخلص شرح الشريحه الاولى من السهم ده تروح للشريحه الثانيه، او من الاسهم اللي في الكيبورد تروح لشريحه 2، شريحه 3، شريحه 4، وهكذا يا جماعه الى ان تنتهي بكل بساطه. انت كده بتعرض اونلاين. طيب انا يا مستر محمد مش عايز كده، انا عايز ان انا عملت البرزنتيشن ده وحابب ان انا اخد منه لينك ابعته لزميلي او لطلابي يذاكروا الماده العلميه من عليه، بدون بقى ان انا ابعت لهم او ان انا انقل الماده العلميه باليو اس بي والاشياء دي. طيب تروح على كلمه بريزنت من هنا، شايفين الكلمه اللي تحت دي اللي هي كلمه شير ا لينك تو فيو، انقر عليه، بيجيب لك هنا حاجه بنسميها الشيربل لينك، اللي هو ده يا جماعه الشيربل لينك ده. لما بتضغط على كلمه لينك من هنا يبقى انت كده
يعني عملت لينك للعرض التقديمي بتاعك ده، تمام؟ هو معلق ليه؟ خلينا نشوف تاني كلمة share link to view. لما بضغط على كلمة copy link من هنا كده يبقى المفروض هو ينسخ معايا، تمام؟ المهم ان انت لما تضغط على كلمة copy link من هنا يبقى انت خدت اللينك الخاص بالعرض التقديمي ده. لو رحنا بقى دلوقتي على اي متصفح تاني وفتحنا المتصفح بكل بساطة ونحط بقى العرض التقديمي نشوفه نسخ ولا ما نسخش معانا كده، وبعدين اضغط على مفتاح انتر من الكيبورد نبدأ نشوف هيعرض معانا ولا لا. طيب الحركة دي يا جماعة احنا بأيوه هيعرض اهو البلاك براون البلايفول، عرض معايا يا جماعة. يبقى انت القصد من الفكرة ايه؟ القصد من الفكرة ان انت بكل بساطة خدت الباوربوينت بتاعك كلينك، وطالما انت مسجل دخول على موقع كانفا في حسابك فالبرزنتيشن ده بيتحفظ على حسابك، وكده طول ما هو عند الطرخر يصفح الباوربوينت كامل تمام من خلال لينك، بس من خلال لينك لانه اوريدي لودد للون درايف الخاص. الاوبشن مهم جدا يا جماعه من وجهه نظري اللي هو الاوبشن الاخير ده اللي هو بريزنت اند ريكورد، انكر عليه اضغط على كلمه نكست من هنا. لما بتضغط على كلمه نكست من هنا يا جماعه شايفين هنا في البريفيو في العرض التقديمي ده عندي هنا يعني استاذه في دايره صغيره كده شايفينها، معنى ذلك ان انا هحول الباوربوينت ده لفيديو وهظهر فيه بشكلي. لو انتوا بتشوفوا بعض قنوات اليوتيوب بتلاقي واحد بيسجل الفيديو وطالع هنا في الجنب الصغير ده بالكاميرا كده او حي يعني اكنه في بث مباشر، تمام؟ مع صوته. هنا موقع كانفا تقدر انك تعمل الاشياء دي من هنا. اضغط على كلمه جو تو ريكوردنج استوديو من هنا هياخدني بقى على الاستوديو الخاص بموقع كانفا من هنا. اول مره هيجي لك هنا رساله تطلب منك تفعيل الميكروفون من هنا، تمام؟ وننتظر قليلا. طبعا المفروض ان انا صورتي في الفيديو تكون ظاهره هنا دلوقتي، ولكن انا مقفل الكاميرا مؤقتا، تمام؟ ولكن انتوا اعرفوا المعلومه ان انت الفيديو بتاعك يظهر هنا، الفيديو الحي الخاص بيك من هنا. بقى لو انت عندك اكتر من كاميرا متصله بجهاز الكمبيوتر تقدر تختار الكاميرا، او ممكن تفصل الكاميرا خالص ما فيش مشكله. لو عندك اكتر من مايك، عندك المايك بتاع الكمبيوتر بيطلع تشويش، يعني في بعض الناس بتسالني وتقول لي يا مستر محمد وانا بسجل المروحه بتاعت الكمبيوتر بيطلع صوتها في التسجيل. طيب انت بقى دي مشكله يا جماعه بتكون في الميكروفونات، ان بعض الميكروفونات ما فيهاش حاجه او ما فيهاش الاوبشنز الخاصه بالنويز كانسليشن، تمام؟ النويز كانسليشن يعني ايه؟ يعني خاصيه الغاء الضوضاء المباشر. طب ديت معناها ايه؟ اي حاجه غير صوتك الخاصيه ديت لو موجوده في الميكروفون يعني هي الميكروفون فقط بيلقط صوتك انت فقط. حد بقى من اولادك بيتكلم في الغرفه اللي جنبك، واحد فتح الباب عليك فجاه وانت بتسجل، صوت التكييف، صوت الثلاجه، ده كله ما بيجيش في التسجيل، هو الذكاء الاصطناعي بيلقط اقرب صوت للكمبيوتر ويكون صوت بشري يعني، تمام؟ فانتوا يعني اعرفوا الخاصيه دي مهمه جدا، لان انا جبت ميكروفون مخصوص من امازون عشان يحل لي مشكله ان كنت بعاني صراحه. طيب اضغط على كلمه ستارت ريكوردنج من هنا بدايه التسجيل 3 2 1. شايفين العداد ده؟ العداد اهو بيعد، وهنا كاميرتك هتكون مفتوحه. انا دلوقتي حاطط ورقه على الكاميرا بتاعت اللابتوب فالكاميرا هنا مقفوله، تبدا بقى تسجل. انا دلوقتي بسجل والصوت دلوقتي الكمبيوتر بيسجله، تمام؟ عندي هنا حاجه مهمه جدا اللي هي النوتس بتاعت الديزاين. حابب تضيف نوتس ما فيش مشكله، مش حابب عادي خالص. طيب انا خلصت السلايد ديت وحابب اروح لسلايد تاني، اضغط على السلايد. يعني انا خلصت بقى الشرايح، السلايد الاولى دي شرح، يعني ركزوا معايا يا طلاب في السلايد الاولى كذا كذا، ويا طلاب هنعمل كذا ومش عارف ايه وهكذا، تمام؟ ويا سلام بقى لو انت بتشرح على تابلت، فاهمين؟ فاتح الموقع ونفس اللي انا بعمله ده على تابلت ومعاك قلم، يبقى انت بتشرح صوت وصوره وكتابه. فهمتوا بقى التقنيه بتيجي ازاي؟ فهمتوا بقى الناس اللي بتنتج فيديوهات؟ وفي ناس تبعت لي فيديو يقول لك يا مستر محمد لو سمحت ممكن تقول لي الفيديو ده معمول باي برنامج؟ حاجات سهله خالص بس محتاجه واحد يكون فاهم بس، تمام؟ واحد يكون عنده تابلت وعنده قلم احترافي وكاميرته في التابلت شغاله وكده كده التابلت فيه مايكروفون، وشرح الشريحه الاولى خلصها يروح للشريحه الثانيه، بس اضغط عليه تتعرض لك هنا. ودلوقتي يا طلاب احنا في سلايد نمبر 2 هنا يا طلاب كذا كذا ومش عارف ايه وهكذا.
تروح على سلايد نمبر 3 من هنا كده وهكذا، تمام؟ لما بتخلص خالص اضغط على كلمة اند ريكوردنج. طب لو حابب توقف اضغط على كلمة بوز، شايف كلمة بوز دي؟ بوز يعني تعمل ستوب شوية، تاخد نفس، تشرب شوية شاي، تريح شوية، غلطت في حاجة تعيدها تاني، وبعد كده تبقى تقطعها ببرنامج المونتاج وهكذا، تمام؟ بعدين اضغط على كلمة ريزيوم مرة تانية من هنا واكمل. لما بتخلص خالص اضغط على كلمة اند ريكوردنج من هنا، يعني انهاء التسجيل. طبعا هنا بيحفظ بقى الكلام اللي انت اتكلمته وبيضيفه على السلايدز، ولما الشريط ده بينتهي بيبقى معنى ذلك ان انت انتهيت من الايه، من العرض، تمام؟ طيب نكمل مع بعضنا يا جماعة، ننتظر قليلا لما الشريط ده بيكتمل. طبعا الوقت بيعتمد بقى على يعني عدد السلايدز اللي موجودة عندك في الباوربوينت. لو عندك 100 سلايد مش زي 10، مش زي 20. طيب عندي هنا ايضا الحاجة المهمة جدا في مواقع كانفا، ان هو اللي انت عملته ده كله ممكن ان انت تاخده كلينك، او لينك، خدت اللينك، تمام؟ نروح على المتصفح الثاني على اساس ان احنا مثلا طالب في مكان ثاني، اضغط على كلمة بيست اند جو ونشوف كيف هيفتح معايا، تمام؟ لو ما فتحش هنروح فتح الفيديو يا جماعة، عادي خالص دي كفيديو، اصبح كفيديو، تمام؟ انا ما عملتش شير للفويس معاكم، ولكن مش كده الصوت، خلينا اعمل ستوب شير وارجع اعمل شير مره ثانيه عشان اشير مع حضراتكم الصوت، تمام؟ هنا انا كده شيرت الصوت، تمام؟ نبدا بقى نشوف مع بعضنا. بصوا كده معايا يا جماعه، لما اضغط من هنا كده يبدا بقى العدد اهو، بيعيد دلوقتي سامعين صوتي، وهنا كاميرتك هتكون مفتوحه، انا دلوقتي حاطط ورقه على الكاميرا بتاعت اللاب، تمام؟ يعني انا خلصت بقى. خلي بالك المفروض الكاميرا بتاعتك تكون ظاهره هنا، ولكن انا قلت لكم انا قافلها مؤقتا دلوقتي، تمام؟ طيب خلصنا كل شيء، يبقى يا سلام بقى يا جماعه، عملت فيديو وخدته كلينك، لو رفعته بقى على الدرايف ولا حيرت في نفسك ولا تعبت نفسك ولا لا، انت فيديو جاهز، ارفع على خد اللينك ابعته للطرف الاخر خلاص. دي بتنفع في ايه؟ بتنفع لو في احد المعلمين واحد يقول له مثلا ايه، او مدير مدرسه او مؤسسه تقول له مثلا سجل لنفسك وانت بتشرح درس وبعت لي الفيديو. طب الفيديو 20 دقيقه مش عارف يبعته له ازاي، يقول له ابعته لك على اليو اس بي، طب مش عارف ابعته لك فين، طب ليه محير نفسك ليه؟ الكنز اللي اسمه كانفا موجود، ابدا حط السلايدز بتاعتك، ضيف اضافاتك، حط النص، ابدا اشرح، انت ظاهر بالفيديو وانت بتتكلم، صوتك واضح، خد اللينك ده ابعته هو له على الواتساب، يبقى كده شاف الفيديو بتاعك وانت ما تعبتش خالص. طيب حابب احمل الفيديو، اضغط على كلمه داونلود من هنا. بصوا بيتم تحميله كام بي 4، يعني صيغه شائعه جدا ومناسبه تقريبا لكل برامج الايديتنج. انت بقى وانت بتسجل عملت كده مثلا، يعني فهمته، واحد مثلا غلطت في معلومه وانت بتسجل، قلت حاجه مش عاجباك، حابب بقى تقطعها ببرنامج المونتاج، ابدا اقطعها بكل بساطه. وفي طبعا برامج كتيره جدا جدا، في برامج مجانيه تماما لانتاج الفيديوهات، وانا اعتقد على ما بيخلص انا يعني عملت واحد ايضا على قناه انفولوجي التعليميه في انتاج فيديو تعليمي احترافي مجانا تماما من الالف للياء، اللي هو ده يا جماعه بصوا شايفين الفيديو ده، انتاج فيديو تعليمي من الالف للياء، تسجيل ومونتاج واخراج في فيديو واحد، كله فيديو واحد وكله من مكان واحد وكله ببرنامج واحد وباي عدد من الدقائق اللي انت بتحتاج. وطبعا الخرائط الذهنيه والاشياء دي كلها موجوده على القناه، لسه بيحمل لانه طبعا احنا اتكلمنا تقريبا يعني مدة كويسة فبياخد بعض الوقت يعني، تمام؟ انتوا كده حضراتكم فهمتم اعتقد يعني الفكرة، وفهمتم كيف ان احنا نعمل عرض تقديمي وكده. طيب طيب ممتاز جدا. طيب انا دلوقتي بقى لو انا واحد يقول لي دلوقتي يا مستر محمد يا حامد، هو انت بتضحك علينا ولا ايه؟ اقول له ليه بس؟ يقول لي هو انت قلت لنا في باوربوينت رحت ضحكت علينا وقلت لنا حولته لنا لفيديو، لا انا عايزه باوربوينت سلايدز، عايزه مجموعه من السلايدز ويفتح معايا في الباوربوينت، اقدمه بقى في ملف معلم مايكروسوفت الخبير، اقدمه في اي شيء، اقول لك حاضر تماما، ولكن هنا هيقابلنا مشكله ولكن لها حل ان شاء الله، هقدمه لحضراتكم الان، ركزوا بس معايا ان شاء الله. انتظر قليلا بس ده لما يخلص تحميل. كده اعتقد يعني قرب على الانتهاء، تمام؟ تمام
لما بيتحمل بقى بيتحمل عندك وتبدأ تحفظ بقى بمنتهى البساطة. يبقى انت كده بقى عندك فيديو تماما. يبقى انا كده عرفت حضراتكم كيف ناخدوه كلينك، في كلينك كفيديو، كلينك كبرزنتيشن، كلينك كبرزنتيشن من هنا، وكلينك ده فيديو ان انا بعد ما بسجل الصوت والاشياء ديت. طيب ايضا زي ما قلت لحضراتكم، طبعا احنا عرفنا الفكره بقى مش هننتظره. ممكن ان انا ايه، طبعا ممكن ان انا اكتب انجليزي كمان او اي لغه تانية. ممكن اكتب ان مثلا كلمه كانفا او كانفا، تمام كده. ممكن احط اي نص انا عايزه. طيب واحد دلوقتي يقول لي ايه، يلا مستر محمد ورينا يلا كيف هنزله باوربوينت. تعالى على كلمه شير، شايف كلمه شير دي، اضغط عليها. تعالى على كلمه داونلود من هنا، اضغط عليها، تمام. تعالى من هنا على الفايل تايب اللي هو نوع الملف. السجستد على طول بيكون البي دي اف الستاندرد، تمام. ولكن انا مش عايزه بي دي اف، ده انا عايزه باوربوينت. اضغط من هنا. فين الباوربوينت يا جماعه؟ مفيش باوربوينت. طب هنعمل ايه؟ هل ملهاش حل؟ لا، ليها حل ان شاء الله. المتوفر عندي اللي هو الجي بي جي والبي ان جي والبي دي اف والبي دي اف برنت والاس اف جي والام بي 4 والجي اي اف، تمام. طيب انا عشان انزله كباوربوينت، سيب الصيغه اللي هي بي دي اف زي ما هي، حمله كبي دي اف عادة خالص. اهو هبدا احمله كبي دي اف، هيبدا ينزل معايا. طبعا بياخد وقت الام بي 4 زي ما انتم شايفين، مش مشكله. الباوربوينت او السلايدز اللي انت عملتها حملها كبي دي اف عادة خالص، اتحملت معايا كبي دي اف. طيب كيف بقى ان انا احوله كباوربوينت بدون مشاكل؟ خلينا الاول نعمل له سيف واسميه مثلا اي اسم كده. خلينا نسميه 11 واحد واحد، واحطه مثلا على البروجكت من هنا، وبعدين اضغط على كلمه سيف. كده انا سيفته يا جماعه، هو اتسيف كبي دي اف، تمام، ما تسيفش كباوربوينت. نروح بقى نفتح ويندو جديده، وبعدين هاجي هنا في مربع الكتابه ده واكتب الكلمات ديت اي لاف بي دي اف، تمام. وبعدين اضغط على مفتاح انتر من الكيبورد، تمام. بعدين البي دي اف او الاي لاف بي دي اف ده موقع يا جماعه فيه معظم التولز للتعامل مع البي دي اف فايلز او البي دي اف لافرز اللي هم محبي ملفات البي دي اف. انكر عليه. لما بضغط عليه عندي هنا بقى يعني كل حاجه. الموقع ده يا جماعه بالنسبه لي موقع مفضل جدا جدا، في كتير جدا مشابه ليه، يعني في سمول بي دي اف، في مثلا بي ان جي بي دي اف، في كتير جدا. ولكن الموقع ده انا بفضله لانه في حاجات كتير جدا، يعني في كتير، حتى البروتكت بي دي اف، انك تحط باسورد البي دي اف، لو عندك حتى ملف بي دي اف فيه باسورد او رقم سري ممكن تعمل له انلوك تفكه، تحول بي دي اف الوورد. والاوبشن ده لوحده انا قدمت عنه فيديو كامل على قناه انفولوجي التعليميه على اليوتيوب. ويا جماعه لو اي حد عنده ملف بي دي اف باللغه العربيه وحابب يحوله الوورد، لازم يشوف الفيديو اللي انا قدمته. ليه؟ لان المشكله اللي كانت بتقابلنا ان انت لما تحول ملف بي دي اف لوورد بيجي لك الكلمات متقطعه والحروف متلخبطه. فهمت وجهه نظري؟ خليني اوري لكم الفيديو بسرعه لانه فيديو مهم جدا. ده الحل الوحيد. شايفين يا جماعه 440 الف تقريبا مشاهده للفيديو ده. الحل النهائي والاكيد باذن الله تحويل ملف بي دي اف عربي الى وورد عربي. من هنا كده تقدر بقى باستعمال الموقع اللي اسمه اي لاف بي دي اف. شايفين ده يا جماعه اللي انا بقول عليه؟ بصوا الحروف بتيجي متقطعه، خاصه العربي. الانجليزي بيظبط انما العربي ما بيظبطش. انما بموقع كانفا بقى هتقدر بقى تعمل، سوري، بموقع اي لاف بي دي اف هتقدر بقى تعمل كل حاجه. انا هنا بشرح الموقع، خليني يلا اكمل معاكم. يبقى ده مهم جدا، ما تنسوش ده، تمام. طيب تعالى بقى ناخد الاوبشن ده اللي هو هيحول لي ملف البي دي اف اللي انا عملته من شويه الى ملف باوربوينت. اضغط على بي دي اف تو باوربوينت. هنا بيقول لي انا سلكت بي دي اف فايل، ابدا احدد له الملف اللي انا عايز احوله. احنا حفظناه فين؟ حفظناه على البروجكت هنا سميناه 11 اللي هو ده اهو. اضغط على كلمه اوبن عشان يبدا يتم رفع الملف عندي على جهاز الكمبيوتر، تمام. بيتم الرفع كده يا جماعه. خمستاشر ميجا بايت، حجمه كبير فعلا عن 15 ميجا بايت، فالطريقه دي مش هتنفع معاك. طيب ايا كان، لان انا طبعا حطيت فيه الملف كان فيه صور كتير وكان حجمه كان كتير. طيب ممكن ان انا اجي اعمل له كومبرس من هنا. شايفين دي؟ يعني اي ملف كبير ممكن ان انا اصغر حجمه شويه. خلينا نصغر ونجرب كده ونشوف. نشوف
هنقدر نعمله ولا لا. تمام، ادي الكومبرس، هو حجمه كان 15 ميجا، خلينا نشوف. ماشي، 21 ميجا، هنشوف هيكون كام بعد كده. احنا كده جمع الكومبرس ده يعني بيضغط حجم الملف، هنا بيعمل كومبريسنج للبي دي اف. ونشوف هنا بقى، نحمل الملف الجديد. هنا الملف القديم يا جماعه كان 21 ميجا بايت، بقى فقط ميجا و11 تقريبا. خلينا نعمل له سيف ايضا، ونروح على البروجكت ونسميه توتو هنا كده، وادي له كلمه سيف. كده انا سيفته، ارجع بقى للموقع بتاعي مره تانية، اضغط من هنا ونشوف. خلينا اسجل خروج عشان عشان يديني كأن انا بستعمل الموقع بدون تسجيل دخول. احدد الملف مره تانية، ناخد بقى الملف الجديد اللي هو 22 ده، ونشوف هيحوله معانا ولا لا. تمام، ايوه حوله معايا اهو يا جماعه، ما جابليش المشاكل لان انا ضغطت وصغرت الحجم بتاعه. اضغط شو، وخلي بالكوا صغرت الحجم بتاعه من ايه، من نفس الموقع، من هنا من كومبريس بي دي اف. الموقع ده شامل، يعني انصحكم انكم الموقع تستعملوا الموقع ده. نكمل مع بعض بي دي اف، وبعدين اروح اجيب الملف بتاعي اللي هو 22 بعد ما صغرنا حجمه. بعد كده اضغط على كلمة ايه، اضغط على كلمة convert to PPTX، اضغط عليه. هنا بقى بيحول لي البي دي اف اللي احنا خدناه من على موقع كانفا الى الى ملف باوربوينت. تعال نشوف كيف هيكون شكل الملف اللي هيتحمل، هل هنقدر نعدل عليه ولا لا. ولكن في كل الحالات يعني بنقدر ان احنا نحوله الى ملف باوربوينت. طبعا هنا بقول لك دونت كلوز يور براوزر، ما تقفلش الصفحه دي خالص. كده تم التحويل اهو. Your PDF has been converted to an editable PowerPoint presentation. بص خلي بالك ده، بص to an editable يعني قابل للتعديل. اضغط على تحميل PowerPoint من هنا. بعد كده لما بيتم التحميل اضغط على كلمة open، فدلوقتي تم فتح او دلوقتي بنفتح الباوربوينت الجديد اللي احنا ايه، اللي احنا حملناه من على الموقع. يبقى انا عملت ايه دلوقتي يا جماعه في موقع كانفا؟ رحت عملت برزنتيشن عادي، صدرته كبي دي اف، وبعد البي دي اف رحت صدرته مره تانية كايه، حولته من البي دي اف للباوربوينت باستعمال موقع اي لاف بي دي اف. تمام، طيب انا بفضل بقى يا جماعه الطريقه ديت ليه؟ انا بفضل الطريقه ديت ليه؟ خلي بالكم بقى، بصوا فتح معايا الباوربوينت اهو. اهم حاجه عندي ما ننساش ان احنا نضغط على كلمه enable editing، امكانيه التعديل. ليه؟ عشان يحولوا لي من البروتكتد فيو اللي هو الوضع المحمي الى الوضع بقى اللي انا اقدر اشتغل عليه بكل ايه، بكل بساطه. انا بفضل بقى الطريقه ديت اللي هي طريقه كانفا ديت. ليه؟ لان كانفا يا جماعه او هي الطريقه الاولى بالنسبه لي صراحه، طريقه رقم واحد بالنسبه لي في انتاج العروض التقديميه الاحترافيه بمنتهى البساطه. تتخيلوا بس شريحه زي ديت، عشان بس انت تعمل الشكل ده، الدايره دي، وتعباها بالوان في الباوربوينت العادي، حوار كبير كبير وقت كتير على الفاضي. لا، انا هنا في ثانيه بعمل الباوربوينت بتاعي واقوم محمله كبي دي اف، وباستعمال موقع اي لاف بي دي اف ده اقوم رايح موديه لايه؟ موديه لباوربوينت عادي خالص. هنا بقى يا جماعه، بص يا جماعه، قابل للتعديل بكل بساطه. اكتب اللي انا عايزه، اكتب اللي انا عايزه، عربي، انجليزي، فرنسي، اي شيء بمنتهى الايه، بمنتهى البساطه. تمام، نفس القصه الموقع الثاني، هنا برضو نفس الكلام، النص عدل عليه عادي، كل النصوص اقدر اعدل عليها بمنتهى البساطه. شايفين؟ اكتب كل اللي انا عايزه بقى، انا بكتب اي شيء طبعا، احدد اللي انا عايزه، اكتب عربي انجليزي، اكتب بقى اللي انا عايز اكتب. تمام، دي يا جماعه الطريقه اللي انا صراحه بفضلها لما بحب ان انا بقى انتج عرض تقديمي متميز وببلاش وبسرعه وبدون تعب. اروح على عمنا كانفا، اسجل بحسابي التعليمي اللي هو حساب مدرستي في جده، وبعد كده ادخل على الموقع بقى، الموقع كله بين ايديا مجانا تماما. اختار لاي تمبلت جميل كده وابدا اعدل عليه، واضيف السلايدز، اضيف الماده العلميه، بس بكتب يعني اضافه الماده العلميه بكتب، وانت بقى كل الانيميشنز والصور والاشياء دي كلها ايه، كلها ايه موجود. طيب كده خلصنا الموقع الثالث. يبقى انا شرحت لحضراتكم ايه دلوقتي، شرحنا موقع سلايدز جو، وشرحنا موقع فلات ايكون، وشرحنا موقع كانفا، وده رقم واحد بالنسبه لي. يعني المواقع اللي انا بقولها الثانيه كلها تعتبر خيارات رقم اثنين مش رقم واحد، بس انا حابب اعمل حاجه احترافيه، رقم واحد عندي كانفا، وبنسبه 99.5% كانفا بيعمل لي كل حاجه. تمام، كانفا ده اكتشاف يعني.
في بقى يا جماعة المواقع التانية أو الشركات العالمية لما لقت موقع كانفا ده يعني ناجح جدا، في لقينا في مواقع كتير جدا جدا يعني مشابهة لموقع كانفا، زي في موقع اسمه فيزيتا كرييت برضو نفس الكلام، فيزيتا كرييت أنا بكتب عربي ولا إنجليزي، ده مهم جدا أيضا أهو، ده طبعا يعني لسه يعني تم إطلاقه قريبا جدا جدا، نفس الفكرة بتاعت كانفا بالظبط، ديزاين ات يور واي، يعني صمم اللي انت عايزه بمنتهى البساطه، صمم بقى كل شيء، انستجرام بوست، فيديوز، فيسبوك بوست، انستجرام فيديو ستوري، كل اللي انت عايزه من تمبلتس، كل بص نفس الفكره بالظبط. عندي موقع ثالث ايضا اسمه لسه يعني تم اطلاقه تقريبا من اسبوع، اسمه وي بيك، وي بيك اللي هو ده، الموقع ده يا جماعه نفس الكلام برضو بالظبط، فري اونلاين تمبلتس اديتور، يعني مواقع وقوالب تعليمية احترافية جدا جدا مجانا تماما. حابب بقى تصمم لوجو للبرزنتيشن بتاعك، ابدأ اختار اي لوجو وعدل عليه تمام. حابب تصمم اي اعلان، المانيوز، الاعلانات، الفلايرز اللي هي النشرات الاعلانية، شايفين يا جماعة نشرة اعلانية زي دي، تخيل بقى، انت عارفين انا ليه بحب المواقع دي؟ لان انا مثلا على سبيل المثال انا انسان ضعيف في الفوتوشوب، وغير ان انا ضعيف مثلا على سبيل المثال ما عنديش الفوتوشوب، ولو عندي الفوتوشوب صعب، ولو ما عنديش الفوتوشوب ده مدفوع مش مجاني. فانا يا جماعة اعتقد بعد 10 سنين من الان، بعد 10 سنين من الان الذكاء الاصطناعي هيغير الحياة بنسبة يعني 180%، يعني الفيديو اللي انا وريته لكم من شوية على قناة انفولوجي اللي هو بينشئ فيديو تعليمي، او انت بتسجل وتنتج وتخرج وتمنتج كل ده باستخدام الذكاء الاصطناعي اونلاين بدون برامج بدون اي شيء. فالاتجاه اللي ماشي في الحياه الايام ديت واللي جاي، يعني انا اعتقد بعد 10 سنين اعتقد مش هيبقى في برامج، يعني نص البرامج الموجوده دلوقتي هتختفي، لان الذكاء الاصطناعي على المواقع هيحل حاجات كتيره جدا جدا صراحه. تمام، نفس الفكره بقى يا جماعه، عايز بقى تصمم هنا ستوري على الانستجرام وهكذا، عايز تعمل ديسكفر لكل الفورماتس من هنا، تبدا بقى تشوف كل حاجه. طبعا ديت الترناتيفز اللي هي المواقع البديله الخاصه ب انتاج فيديو تعليمي احترافي. طيب تعالى دلوقتي على موقع بقى، خلينا ندعم يعني المنتج العربي، عندنا موقع اسمه ادركها باوربوينت باللغه العربيه كده، ادركها تمام باوربوينت، وفي واحد يا جماعة اسمه عروض باوربوينت أو باوربوينت العروض، ولكن ده مدفوع. خلينا ناخد الموقع ده، موقع سعودي خلي بالكم باللغة العربية، الموقع ده أنا شفته صراحة من أجمل المواقع اللي بتقدم باوربوينت باللغة العربية، فيها منه مجاني اللي هو القسم ده، شايفين اللي فوق ده القسم ده، وفيها منه المدفوع، عندنا مليون شريحة، مليون شريحة على موقع اسمه ادركها باوربوينت. تمام، عندك بقى كل اللي انت تحبه وتتمناه، قوالب باوربوينت طبية، انجليزية، عربية، انفوجرافيك، متحرك اللي هو فيه انيميشنز ورشاد للاطفال، اسلامي يعني لو معلم اسلامك او تربية اسلامية يقدر يستعمل الاوبشن ده، تعليمي، وخرائط ذهنية اللي هي المايند مابس. تمام، دي انا قدمتها بالكامل ايضا على قناة انفولوجي التعليمية. تمام، طبعا الخرائط التعليميه يا جماعه شايفين، يعني بيبدا بيجيب لك بقى فيديو يعني باوربوينت زي ده، تمام، شوفوا خريطه ذهنيه تعليميه فارغه باللغه العربيه مجانيه، اضغط عليه تمام، زي ده مثلا، هي بتكون شكل الخريطه زي ده كده يا جماعه، التصميم احترافي، ده بقى يا جماعه اللي بنسموه الانفوجرافيك او الخرائط الذهنيه زي ده كده، ده انا وريته لكم في بدايه الفيديو، انزل لتحت تمام، هنا ممكن ان انا احمل الخط، لان خلي بالكم في الموقع ده الخط ده خلي بالكم يا جماعه، في هنا ملحوظه في عروض الباوربوينت ان انت لما تحمل اي تمبلت من على الانترنت ممكن الخط اللي يكون مكتوب فيه او مكتوب به الباوربوينت ما يكونش متوفر اصلا عندك على الباوربوينت بتاعك، او يكون الخط ده جديد، لان هنا بيكون مجموعه الخطوط اللي موجوده بتكون اللي هي المجموعه الافتراضيه تمام، انما بقى بيبقى في بعض الخطوط الاحترافيه ان انت لازم تحملها من على الانترنت تمام. يعني هنا في العرض التقديمي بيقول لك ايه، الخط المدمج يمكنك تحمله احتياطيا من هنا، عشان لو مش عندك هتبص تلاقي الشكل اتغير بنسبة 50%، لأن الخط ليه يعني ليه أهمية كبيرة جدا في إبراز جمال العرض التقديمي، لازم تحمله من هنا احتياطي تمام، تحميل الآن، تحميل سريع وهكذا تمام. طبعا طرق التحميل
بياخدك على صفحة تانية تنتظر 5 ثواني وهكذا. وده طبعا ده بقى من عيوب المواقع العربية صراحة، يعني من عيوب المواقع العربية إن هو يلففك الكرة الأرضية على ما يخليك تحمل حاجة. إنما المواقع الأجنبية اضغط على داونلود يتم التحميل، شوف هيقعد 10 سنين بقى دلوقتي على ما إيه بيحمل، ولكن هو في النهاية بيحمل. يعني أنا جربته بقى، استعملته صراحة قبل كده، وده من أفضل المواقع اللي قابلتني بالعربي، بالعربي يا جماعة. تمام، طيب خلينا نروح ناخد التحميل السريع نشوف. خلينا ننتظر قليلا. تمام، طيب خلينا نشوف واحد غيره، غير التمبلت ده. رغم انا حملته صراحة امبارح، بس يلا مش مشكلة، خلينا نشوف واحد تاني. المهم يعني ان انت لما بتحمل القالب تقدر برضو ان انت تعدل عليه وتشتغل عليه بكل بساطة. بالمناسبة انا حملت هنا واحد تقريبا قبل المحاضرة بنفس الطريقة كده من التحميل السريع، انا مش فاكر صراحة انا حفظته فين عندي، ولكن خلينا نشوف ممكن على البي حملت ده فعلا. انا حملت ده وحملت ده من على نفس الموقع، شوفوا معايا يا جماعة ده اللي انا حملته، يعني باوربوينت بالعربي عن رمضان، يعني رمضانيات في الباوربوينت. اللي انا حابب اشرحه في الموقع ده ان انت لما بتحمل تمبلت من على الموقع ده بينزل لك الفونت الخط، شايفين ده احسن حاجه، عشان لما تفتح الباوربوينت كده تعمل عليه دبل كليك وتفتحه يبدا يفتح معاك. طبعا مش ده التاني، هيفتح كمان شويه. تمام، اللي هو ده اهو رمضانيات يا جماعه، باوربوينت جاهز اهو، فقط اضغط بس على الشريحه مرتين تبدا تشرح تفتح معاك. هو متنسق وجاهز وفي كل شيء وجاهز، طبعا الصور دي كلها يعني صاحب الموقع حاططها كل شيء، انت بس بتبدا تحط الايه العنوان بتاعك هنا، تكتب اللي انت عايزه عربي انجليزي، ومن هنا ايضا تكتب اللي انت عايزه عربي انجليزي وهكذا. تمام، طبعا التمبلت ده عن الايه، عن رمضانيات، يعني هو التصميم بتاعه كده. انت بقى لو حمل تمبلت تاني هيكون هياخد شكل تاني، فهمت قصدي؟ طيب اللي انا عايز اشرحه هنا ان انت في الموقع ده بينزل لك الخط، الخط لو ضغطت على الخط مرتين بيجيب لك طبعا الخط المستخدم، كل انواع الخطوط. طب الخطوط دي اثبتها ازاي عندي على جهاز الكمبيوتر؟ ده المهم، عشان وقبل وتثبت قبل ما تفتح الباوربوينت عشان ما الدنيا ما تتلخبطش معاك. اضغط على الخط مرتين، اي خط وليكن انت حابب الخط ده، هم كلهم نفس النوع، ولكن في واحد بولد، واحد لايت، واحد ميديوم، واحد ريجولار وهكذا. اضغط عليه مرتين بس، اضغط على كلمة انستول من هنا. تمام، لما تضغط على كلمة انستول لما دي تختفي يبقى خلاص انت كده ثبتت الخط بمنتهى البساطة. او ان تحدد كلهم كده، تاخد مرية كليك وكوبي من هنا، وبعدين تروح تسقطهم في الويندوز على الملف الخاص بالفونت، ولكن دي طريقة طويلة بتستخدم خاصة بقى لو انا عندي 2000 خط 3000 خط عايز احطهم مرة واحدة، لان طبعا مش هاجي مش هينفع ان انا اجي اضغط على خط خط كده وادي له كلمة انستول. تمام يا جماعة، طيب كده اعتقد يا جماعة ان احنا غطينا اهم المواقع اللي بتقدم عروض باوربوينت احترافية. ودلوقتي بقى لو في حد من حضراتكم عنده اي سؤال انا تحت امركم، اتفضل. او الكلمة الان مع الاستاذة ياسمين لو حابة تضيف اي شيء. أستاذ ياسمين السلام عليكم. نعم معك الأستاذ. الله يكرمك حضرتك، أنا انتهيت. لو حد حابب يسألني أو شيء، أو حضرتك حابة تضيف شيء. شكرا لك، أمتعتنا حقيقة الليلة، الله يكرمك. أمتعتنا، شكرا جزيل الشكر لك على كل ما قدمته. نتابع تشات، نحن منذ البداية نتابع تشات، أغلبهم يشكرون فيك الله يكرمك. وفيما قدمت. نعم، إذا أول سؤال، لحظات الشات يمر سريعا. هناك أول سؤال، عرض رائع، إذا هو فقط تجي عرض رائع والشرح مبسط. أشكرك الأستاذ على هذا الكم الهائل من المعلومات، الأستاذة لولو القاتي. الأستاذة عفيفة قالت والله أكثر كلمة عجبتني لأنها لا أعرف
ماذا تحكي بالضبط؟ قالت لك والله أكثر كلمة عجبتني أني أعاني منها عندما أفتح مواقع عربية. إذا الأستاذ عبد السلام العماري قال لك ممتاز، الأستاذ جعفر محمد عبد الله محمد أسلوب جميل ورائع أحسنت. استعمال كنبة مع تلاميذي في عدة مشاريع، هل يمكن إدراجها هذه المشاريع في ملف الترشح؟ بإمكانك إدراجها في ملف الترشح، لكن ليست فقط هي، يعني ضمن مشروع، يجب أن يكون ضمن مشروع متكامل، إضافة إلى أدوات مايكروسوفت. تذكرين أنك في هذا المشروع استعملت الكنبة، يعني ليس فقط، لا يرتكز المشروع فقط على الكنبة. بالنسبة للأستاذة سهام، أرجو أن يكون ردي واضح. أستاذة أحلام جمال قالت لك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الأستاذة سامية الشابي قالت لك عرض رائع وشكرا على الإفادة. الأستاذة خولة بورقيبة قالت لك ربي يبارك فيك أستاذ. إذا كلهم يشكرون حضورك وإبداع. لم أجد أي سؤال. لو في حد، بعد إذن حضرتك يا أستاذة ياسمين، لو في أي حد يا جماعة عنده أي سؤال يتفضل برفع يده، والأستاذة ياسمين هتديله الميكروفون وتحت أمركم جميعا. وأنا تمام. بالمناسبة أرسلت لحضراتكم دلوقتي في الشات رابط قناتي التعليمية على اليوتيوب، طبعا يعني يشرفني جميعا إنكم تنشروها لكل المعلمين والمعلمات، هي خاصة أصلا بالتعليم والتدريب، فلكم مني كل تقدير واحترام إن شاء الله. شكرا لك. بالنسبة لرابط شهادات ستجدونه على التليجرام بعد قليل. لم نتحصل على أستاذ محمد حسني، إن شاء الله المانع خير. المرة الفارطة عندما تأخر لم يكن المانع خير حقيقة، أتمنى أن يكون الآن المانع خيرا. سيرسله بعد قليل. إذا هناك من رفع اليد، من رفع اليد؟ تمام، فتحنا الصوت. تفضل أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أستاذة ليلى. أنا فقط ليس سؤال، ولكن أنا من المغرمين جدا جدا بقناة أنفولوجي لا يهمك، وأتابع. بشرتي. الله يرحم والدي، يرحم والدي كما نقولوا احنا بالتونسي. بالحق حقيقة تعلمت منك الكثير والكثير والكثير، وأنا أتابعك دائما على هذه القناة، قناة أنفولوجي، قناة رائعة 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 بالفعل، بورك فيك. وإن شاء الله معناها من حسن إلى أحسن، ورانا ما نجموش نرجعوا لك الجميل كي نعملوا وقت لمجرد معناها باش نشتركوا في القناة نتاعك، وباش نعملوا جيم، وإلا باش نعملوا كومنت ولا حاجة، راهو هذه معناها ما تردش الجميل حتى ولو سنتيم واحد. شكرا شكرا وألف شكر لك، الله أكرمك يخليك. الله، أكرمك، ده شرف ليا وأنا في خدمتكم جميعا. وطبعا يعني رابط صفحتي الخاصة للتواصل معايا شخصيا لأي سؤال على الفيسبوك أيضا أتركها لحضراتكم دلوقتي في الشات. أي حد محتاج أي شيء طبعا خاص بالمبادرة هنا أو من خلال الأستاذة ياسمين، تمام أي حد في حضراتكم محتاج أي قالب أو أي شيء متوفر عندي على القناة، فقط يكلمني وأنا في خدمتكم جميعا إن شاء الله. وده طبعا شرف ليا إن أنا موجود معاكم، وكل الشكر للأستاذة ياسمين والجمعية على استضافتي، فده طبعا شرف لا يضاهيه شرف إن أنا موجود معاكم إن شاء الله. شكرا لك، ونحن سعداء ونتشرف بتواجدك معنا دائما. لا أرى شخصا آخر يرفع اليد، كانوا منذ قليل يرفعون اليد لكن الآن لا أرى أي شخص آخر. إذا نعم، تفضل السلام تفضل. عليكم. عليكم السلام، تفضل. حياكم الله. أولا نشكر المحاضر أستاذ محمد حامد، جزاك الله خيرا وبارك الله فيه على ما يقدمه للأمة الإسلامية. فأنا من دولة نيجيريا، وأنا استفدت كثيرا من قناتي على اليوتيوب وكذلك على الفيسبوك، وكنت أتابعه دوما وأبدا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه ويجزيه خير الجزاء. فأنا الله يكرمك. سؤالي فقط، أحيانا عندما أريد أن أطبق ما كنت أتابعه لهذا الأستاذ، كنت أجد بعض المشاكل في تنزيل بعض الأبليكيشنز في
في حاسوبي مثلا، فمثلا هناك ابلكيشن الذي رايته الان هو كامبا، هذا انا حاولت ان انزله في حاسوبي لكنه يابى، لا ادري ما المشكله وكيف طريقه تنزيل الحاسوب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أستاذنا الفاضل، وموقع كانفا ليس بتطبيق حتى يتم تنزيله، فقط حضرتك بتروح على جوجل زي ما حضرتك هتشوف معايا كده تاني مرة تانية، هو موقع على الإنترنت فقط، بنروح على صفحة جوجل من هنا ونكتب فقط كلمة كانفا بس كده، تمام؟ اللي هي دي كده، سوري أنا كتبت بالعربي ولكن كلمة كانفا كده بالإنجلش، وبعدين بس آخد الهايبر أيوه. لينك ده وبعدين يفتح معايا الموقع واسجل دخول من كلمة ساين ان من هنا واكمل بقى كل الخطوات. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، شكرا. الله يكرمك، بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله. اذا نرحب استاذ محمد، لم اجد اي استفسارات اخرى. نشكرك جزيل الشكر، ألف شكر لك على التواجد معنا، ألف شكر لك على كل هذه المعلومات المفيدة، كما ذلك نحن نتطلع لورشات أخرى في الجمعية إن شاء الله. شرف لي يا أستاذ ياسمين، شكرا لك، شكرا لك ودمت بخير. أشكر الجميع على التواجد معنا الليلة، نعيدكم بمزيد من الورشات المفيدة في هذه المبادرة، كما سنفتح أيام مفتوحة في نهاية هذه المبادرة لمتابعة ملفاتكم. أنا شخصيا الأيام الأخيرة سأستقبل الملفات وأقوم بالاطلاع عليها وباقتراح تعديلات فيها إن أردتم لمن يريد. إذا تصبح على خير أستاذ محمد حامد، وتصبحون على خير جميعا. أشكر كل الأساتذة المتواجدين معي الليلة في تأمين هذا اللقاء، الأستاذة نادي، شكرا لك، الأستاذة نادي الهاشمي كاتبة عام الجمعية، الأستاذة وهيبة العجمي مدربة في الجمعية، الأستاذة إيمان بوعزيز عضو تهيئة مديرة ومدربة في الجمعية، الأستاذة إيناس بنور، الأستاذ سمير العماري. شكرا لكم، تجدون رابط الشهادات بعد قليل على قناتي على التليجرام، وتصبحون على خير. أترك لك كلمة الختام أستاذ محمد. طبعا أنا اتشرفت جدا بالتواجد بينكم، وشرف لي أن أنا أتواجد معكم إن شاء الله مرة تانية وتحت أمركم جميعا، ولو في أي سؤال على السريع تحت أمركم. في أستاذة ياسمين أعتقد في حد جديد رافع إيده. تمام، الأستاذة حبيبة مفتوح، تفضلي. تفضل يا أستاذة حبيبة، مفتوح. مفتوح الصوت للأستاذة حبيبة، تفضلي. تفضلي أستاذة حبيبة، الصوت مفتوح. أظن ليس ذي استفسار لأن الصوت مفتوح ولم تتكلم. تمام يا أستاذ، ولا يهمك. تمام، من يسأل كيف يتواصل معك يجد، وضعنا كل عناوين هنا. رابط صفحة الفيس، رسالة خاصة على صفحة الفيس أنا بعتها دلوقتي، اللي حابب يتواصل معايا تحت أمركم إن شاء الله. إذا شكرا لك، وكما قلت شكرا لك، تصبحون على خير ونلتقي قريبا إن شاء الله. مع السلامة.